لكثير الشيء لا يمكن تحصل في السيرفكس
ايه ده لو حصل اول تشينج عندنا البدايه معرفة اللي هو ايه؟ اللي هو الرايت نيم اوف ذا سيرفيس، اللي هو السوفت نيم اوف ذا سيرفيس، اللي هو انكريز ان ذا ووتر كونتنت. والاكشن اوف بروستاجلاندين بتنشط انزيم الكولاجينيز، هذا الكولاجينيز بيكسر الفايبرز الى فايبرينز فيزود الموليكيولز فتشد ميه فيلتر السيرفيس. يتحول من كده يا دكاتره الى كده. واخدين بالكم؟ لايك ذا ليون اوف ذا اير، ده اسمه رايت نيم اوف ذا سيرفيس. بعد كده في تو تشينجز بتحصل غريبه جدا في هذا السيرفيس، السيرفيس ده يا جماعه معجزه، اه والله كل حاجه فيه غريبه، يعني السيرفيكال ميوكاس بيتغير مع التطور وحاجات زي كده، حاجات عجيبه قوي. تعال بص كمان السيرفيس هيعمل ايه كمان اثناء الولاده. تو تشينجز عجاب جدا، يعني تفضل طول عمرك تستغرب تقول سبحان الله، لما تولد في عيالين تقول سبحان الله. حاجه عجيبه قوي يا جماعه، بص الناس هيعمل ايه؟ هيحصل حاجه اسمها في اسمها افيسمنت. يعني ايه افيسمنت؟ يعني ايه؟ يعني يرفع. السيرفكس طوله 2 سم ونص. بص يا جماعه السيرفكس اهو. ده طوله هنا 2 سم ونص اهو، شايفين؟ 2 سم ونص اهو. تعالى نعمل زوم ان عليه. نعمل زوم ان على السيرفكس، ده طول السيرفكس اهو 2 سم ونص. لو انت خدت صباعك جوه السيرفيكال كانال 2 سم ونص، يعني عمر لو حاجه كده بسيطه. واخدين بالكم اهو. دخل صباعك هنا معايا، دخل صباعك هنا كده في السيرفكس، في كلام، في كلام في السيرفكس. اوكي؟ ايه اللي هيحصل بقى يا دكاتره عند الولاده؟ حاجه عجيبه قوي، ده بتحسن فيز اوف ليبر. الولاده بقى ايه اللي هيحصل بقى يا شباب؟ هتلاقي هذا السيرفكس ده الطويل ده ال 2 سم ونص اتحول الى كده. شايفين السيرفكس عامل ازاي؟ ده عامل زي رفع، ممكن يوصل رفع كده لورقه السيجاره، رفيع جدا، ملوش سم. يعني يا جماعه بيرفع بعد ما كان تخين كده بيرفع كده. دي اسمها افيسمنت. معايا دكاتره؟ بص سيرفكس اهو، شايفين سيرفكس بعد ما كان طويل اهو، شايفين طويل ازاي؟ بص كده هنا رفع شويه. معايا مش معايا دكاتره؟ هنا رفع شويه. اه رفع، هنا رفع جدا بالمنظر ده. بعد كده هيفتح، بعد كده هيحصل له دايلاتيشن بعد كده. بص يا جماعه السيرفكس اهو، ده طول السيرفكس. بص هنا الكلام اسرد شويه. هنا الكلام ما بقاش فيه خلاص، بقى رفع جدا. على فكره اللي ذاكر بالنوكس السيرفيكال انسفشنسي، قلنا هذا الكلام اللي احنا بنقيس بالسونار السيرفيكال لينس، لو طوله اقل من 25 مللي معنى كده العاده دي عندها فعلا معاها ضعف السيرفكس محتاجه سيركلاش. برجع للسيركلاش هتلاقي دي مكتوبه فيه السيرفيكال لينس، هو ده يا جماعه طول السيرفكس. السيرفكس ده مع كونتراكشن بيتشد لفوق، بيخش فيه انفورميشن اوف لور درايف سيجنال. بص يا دكاتره السيرفكس اهو يا شباب، شايفين السيرفكس طويل ازاي؟ اهو دي سيرفايكال كانال، دخل صباعك هنا اهو 2 سم ونص. بص هنا بقى مفيش خلاص كلام، اتشد فوق، اتشد ان ذا لور درايف سيجنال. بص يا جماعه ده التشنج هنا يا شباب، ده اوضح شويه. بص يا دكاتره السيرفكس اهو يا شباب، ده السيرفكس اهو، واخدين بالكم؟ لاحظوا كده السيرفكس تحس انه داخل جوه هنا، في دي هنا السيرفكس دخل جوه هنا، دخل جوه هنا برضه. بص يا جماعه السيرفكس ده هو ده كل ده سيرفكس. شايفين دخل فين؟ في اللور يوتراين سيجمنت. اسمه افيسمنت اوف ذا سيرفكس، معناها ثيننج اوت اوف ذا سيرفكس ديو تو اتس تيكنينج اب. تيكنينج اب، تيكنينج اب از ذا فورميشن اوف لور يوتراين سيجمنت. معجزه يا دكاتره بكل المقاييس، ان انا السيرفكس مع الكونتراكشنز بيطلع بيتشد لفوق اهو، طلع لفوق اهو، شايفين شد لفوق، طلع هنا وطلع هنا، طلع هنا وطلع هنا، معايا يا دكاتره؟ بيرفع لانه اتشد لفوق، بيطلع فوق، بيكون جزء من اللور دراين سيجمنت الى ان يرفع تماما وما تديش ليه سمك تماما، يبقى ساعتها اسمه فولي انفليس. وهنا في سؤال فورا لجميع الاساتذه في عين شمس. في سؤال ام اس كيو كده يقول لك ايه؟ ذا لور دراين سيجمنت during pregnancy comes from، مين يقول يا دكاتره ايه الاوريجين اوف لور دراين سيجمنت اثناء الحمل؟ جايه منين يا شباب؟ السؤال السهل ده السؤال الصعب جاي. اسمص. لا بريجنس. برافو عليك، السؤال ده جميل قوي بقى. بريجنس ولا دليفري؟ برافو عليك، هو ده السؤال الاورال فعلا. ان هو ديورنج بريجنسي جاي منين؟ جاي من حته اسمها اسمص معايا كده في اليوترس. اللي هو الفاين سيجمنت اللي هي على طول الحمل. اللي كانت البلاسينتا امبلانتد فيها جايه من الاسمص. لكن ديورنج ليبر بقى. واخدين بالكم؟ لا جايه من اللي هو الفاين سيجمنت، جايه من الاسمص بلس افيزد سيرفكس.
بس افيز سيرفنت يعني لو الكترون سي من ايه يا شباب؟ الجزء تحت اللي هي السيرفنت اهو كل فوق ده كله جاي من ايه؟ جاي من اللي هو الكترون سيجمنت القديمه زائد الحته دي للسيرفنت زي دي بتاعت السيرفنت دي اللي هي الفيز سيرفنت طلع لفوق وبعد كده يحصل دايلاتيشن اوف ذا سيرفنت دي اللي تشينجز اللي هي رايبلنج اللي هي دخلت الافيسمنت اللي هي دايلاتيشن لا يمكن تحصل الا مع الولاده ودي يا دكاتره سايز اوف ليبر السايز اوف ليبر معانا دكاتره عباره عن ايه؟ عباره عن سيرفايكال تشينج ممكن لك برضه ممكن هنا بقى مع الكونتراكشنز بدات سيرفايكال دايلاتيشن ايه اللي يحصل يا جماعه للجنبرينز؟ تطلع بقى من السيرفنس تعمل حاجه اسمها باك اوف فور ووتر يعني باك اوف فور ووتر يعني ايه؟ باك اوف فور ووتر تحت الدماغ دي اسمها باك اوف فايند ووتر واخدين بالكم؟ فممكن مع الكونتراكشن يحصل ده شويه كده ايه؟ ترنيشن للبرينز من السيرفنس دي برضه شو سايد من علامه الولاده اللي ده معناه اللي يحصل لك كده ترنيشن للبرينز ده في الفاجينا كده دي معناها رابشر خلاص بعد شويه دي معناها ايه؟ معناها ان في كونتراكشنز والسيرفكس فتح فمع الضغط دوت الممبرينز هتطلع من السيرفكس شويه اوكي بس اهم علامه للولاده هو السيرفايكال تشينجز هما الثلاث كلمات اول حاجه رايبلينج يعني سوفنينج يعني يرفع تاني حاجه افيسمنت يعني يرفع تاني حاجه دايلاتيشن بقى اهو يا بص يا جماعه بيرفع ازاي؟ بيوصل هنا كده من هو مقفول الى ان يصل الى 10 سنتيمتر ده بقى الفول سيرفايكال دايلاتيشن بنعرفها كده يا شباب بنعلم اللي هو كده يا جماعه بص كده عندنا في المتحف في مولد كده ده صلصال كده بس ناشف بنخلي دايما نقول ده قطر 4.5 دخل صوابعك كده حس 4.5 قد ايه؟ عشان بيدخل في السيرفكس معاك السيرفكس دوت كده بيدخل صوابعه ويفتحه كده يعرف السيرفايكال لينس قد ايه؟ واخدين بالكم؟ معايا مش تهكم هي صوابع لو ما دخلش خالص مقفول دخل سنه كده سنه سنتي دخل صباع كده 2 سنتي مريح كده ودخل صباعين ثلاثة مفتوحين شوية أربعة مش بتاعتكم دي يعني ودي على الآخر خالص 8 سم صباعين دخل كده الناح يا دوب بيخشوا ثلاثة على الآخر يبقى قطر السيرفكس 8 سم تسعة دي بقى حاجة صغيرة قوي من السيرفكس دي بقى عايزة تفهمها 10 سنتيمتر يعني يعني ايه فولي دايليتد سيرفكس؟ بصوا يا جماعة فولي دايليتد سيرفكس معناها ايه؟ دي قاعدة تكتبها بقى عشان ده فيها سؤال هو اللي هسألك فيه دلوقتي الفولي دايليتد سيرفكس معناها يا دكاتره ان السيرفايكال او ان الفاجينا كونتينوس مع اليوترس ويز نو سيرفكس ان بتوين دي معناها فول سيرفايكال دايليتيشن ان الفاجينا مكمله مع اليوترس ويز نو سيرفكس ان بتوين دي معناها يا دكاتره فول سيرفايكال دايليتيشن يبقى الفول سيرفايكال دايليتيشن عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن ان السيرفكس مش موجود الفول سيرفايكال دايليتيشن معناها ان الفاجينا continuous مع اليوترس. With no cervix in between. فهمت يا جماعه السيرفايكال تشينجز؟ سهل ثلاث كلمات رايبلنج يطلع افيسمنت يرفع دايلاتيشن يوسع. دكتور معلش افيسمنت تاني يعني انا مش مدرك مش بيتشد فوق بيتشد فدي اسمه ايه؟ سيرفكس يعني هو بعد ما كان طويل كده بعد ما كده بيتشد فوق فدي عمليه سيرفكس يعني هنا يعني هو بص كده يعني ممكن اقول لك حاجه زي ما يكون كده يبص هنا ده الانتنا نص بيفتح الانتنا نص بيفتح ده بيبقى هنا على الاخر على اكسترنا نص بس اه بيفتح هنا الانتنا نص الانتنا نص كان هنا كان هنا الانتنا نص ده فبيفتح لغايه ما يبقى اخر حاجه تفتح هي الاكسترنا نص ده اخر حاجه اللي فاضله الجزء ده كله هيخش فيه اللور يوتراين سيجمنت اسالكم سؤال يا جماعه سؤال ذكاء بدايه بس اللي هو حاجه قبلها عشان خاطر ايه يبقى عندنا لعيب كده المفروض صعب عليكم بس هسهلها عليكم عشان تجاوبوا السؤال ليه تجاوبوا السؤال فانا هسهلها لكم اقول لكم بص يا دكاتره ترتيب التشينجز بتاع السيرفكس رقم واحد هو رايت برينج اول تشينج لازم يحصل هو رايت برينج لازم السيرفكس يطرق الاول بعد كده شباب الافيسمنت والدايلاتيشن لو برايت جرامبل خايبه برايت جرامبل خايبه بقى لسه بقى اول مره تولد بعدها الدنيا ايه يعني ماشيه واحده واحده قوي واخدين بالكم؟ اول حاجه هتحصل هي الافيسمنت ولما يبقى سيرفكس فولي افيسد يحصل دايلاتيشن بعد كده. لكن المالتي بره الخبره افيسمنت اند دايلاتيشن اوكيرد هاند ان
هن يعني ايه هذه فكره؟ وهي بتوسع بترفع، وهي بترفع بتوسع. عشان كده دايما اقول لك ان المالتي بار الديوريشن بتاع الولاده نص البرايم دراج. عندها الدنيا سريعه شويه. خبره بقى يا دكاتره، فتلاقي السيرف بتاع حتى السيرفكس بقى خبره، بقى بيخلص حاجتين في وقت واحد. خدي بالكم مركز في حاجتين وقت واحد، مش هيبدا في حاجه بعد كده يكمل الحاجه الثانيه. السؤال بقى اللي عايز اساله لكم واشوف مين هيجاوبني عليه، مين العيان اللي بيحصل فيها الاول الفيسمنت، او يعني تبقى فولي فيست اند نوت فولي دايليتد؟ مين البيشنت؟ بس هبقى سؤال بس، البيشنت اللي تبقى فولي فيست اند نوت فولي دايليتد، ومين الفيميل اللي تبقى فولي دايليتد اند نوت فولي فيست؟ هو ينفع يحصل ده لازم يحصل مين اللي هي فولي اللي هي فولي فولي دايليتد اند نوت فولي فيست؟ لا مين العيال يا جماعه اللي هيحصل فيها تبقى فولي فيست اند نوت فولي دايليتد؟ برايمري تبقى فولي فيست اند نوت فولي دايليتد، اللي هو الريبيسمنت يحصل الاول. مين بقى العكس بقى؟ تبقى فولي دايليتد اند نوت فولي فيست. هو ينفع يحصل يعني مثلا عينه ممكن تبقى مثلا ايه؟ مثلا مش الفيس 100% بس الريديشن ممكن. اللي هو يبقى تبقى بص يا جماعه كلمه فولي دايليتد اند نوت فولي الفيس. انا بالنسبه لي بص يا جماعه يعني ايه؟ فقالوا لي نفس الاجابه اللي انا عايز اسمعها بحاجه بطريقه معينه كده. ايه رايك يا جماعه؟ تعالى هي فولي دايليتد اند نوت فولي افيد. بص يا جماعه مفيش حاجه اسمها فولي دايليتد اند نوت فولي افيد، ما ينفعش. ليه؟ انا قلت من شويه وسايبها لكم انا اسمها ايه؟ لما يبقى فولي دايليتد معناه نو سيرفكس، مفيش سيرفكس اصلا، يبقى نعبر ده الافيسمنت ازاي؟ ده انا كنت عايز اسمعها. كنت تقول لي يا دكتور يا دكتور هو فولي دايليتد معناه مفيش سيرفكس، هتفحص ازاي الافيسمنت ازاي؟ مع الافيسمنت ده بدخل صباعي جوه السيرفكس اشوف الدكاتره قد ايه؟ واجيب برضه لو لقيته 2 سم ونص يبقى نوت الفيز، 2 سم يبقى 20% الفيز، يبقى 20% يبقى كده نسبه مئويه. معايا لو لقيته سم ونص يبقى اشوف بقى يبقى كام؟ يبقى 60% الفيز، كل نص سم يبقى 20%. فهنا ما ينفعش يا جماعه يبقى فولي دايليتد اند نوت فولي الفيز. يعني لو هنا فولي دايليتد عايز بقى اشوف الفيز فين السيرفيس اللي انا لازم احس بيه عشان هو كام سم دلوقتي؟ ده هو فولي دايليتد خلاص ما تعرفش على الفيس. هو اللي هو اصلا مش موجود. لا ما فولي الفيس الثانيه بقى اللي هو الفولي الفيس اللي هو بقى ايه؟ البرايم جراف تبقى مقفوله لسه وفات سيرفكس دوت سوق ورقه السيجاره. ما في يعني مش اي دايليشن وفولي الفيس. اللي هو الرفع بصي ده دايليشن ده دايليشن لكن ده السوق ده هو ده تاني الفيس. يعني هنا ده كده ده دايليتيشن لكن ده الانفستمنت ده بيرفع ولسه مقفول عادي جدا. يعني البرايم جراب ده ما ده دخل صباع واحد. البرايم جراب ده يرفع تمام يبقى كده فولي انفستمنت كده ولسه مش دايليت خالص او سنتي دايليت واخد بالك؟ بتقعد توسع كده سنتي 2 3 4 3 4 10 لكن العكس مش ينفع. مش ينفع يبقى فولي دايليت اند نوت فولي. نخش بعد كده بقى على موضوع تاني في الليبر، موضوع تاني في الليبر. خش يا فاكر بعد كده على stages of labor او الميكانيزم اوف labor. وهناك فرق يا فاكر بين كلمه ميكانيزم اوف labor ومانجمنت اوف labor. بس تفهم عشان يجي لنا سؤال ميكانيزم اوف labor تيجي في الاصل ويجي لنا سؤال مانجمنت اوف labor تيجي في الشمس. ده فاهم اي سؤال يجاوب ازاي؟ يعني ايه يا فاكر ميكانيزم اوف labor؟ معناها يا فاكر الفيميل بتولد لوحدها. لو تطلع كده تحت الشجره لوحدها واخدين بالكم هتولد ازاي؟ ده اسمه ميكانيزم. لكن انا هتدخل بقى انا هولد ده اسمه مانجمنت. يعني المستشفى بنعمل فيها مانجمنت اوف ليبر. يعني الدكاتره خلي بالكم الميكانيزم اوف ليبر ده مفيش تدخل مني تماما. اللي انا بقوله دلوقتي دوت كله بيحصل سبونتينيوس. هو اللي بيجي بيعمله لوحده انا مش هتدخل. انا بقول لك الكشك اللي بيحصل فيه الدكاتره بعد شويه صغيرين ده اللي اسمه مانجمنت. معايا؟ يعني ميكانيزم معناه سبونتينيوس.
يقول لك كارينس اوف بلاسنتا ديليفري. كارينس ازاي دكتور؟ مانجمنت اوف بلاسنتا ديليفري. انا بقى هولد ازاي؟ هدي ايه؟ هعمل ايه؟ ده اللي اسمه مانجمنت. مانجمنت معناها شغل دكتور. اسبونتينيوس معناها ميكانيزم اوف دي. طب بقى بنفهم في ايه بقى؟ اول حاجه خدت الليبل ده متقسم الى ستيجز. عندنا في ستيج 1 او فيرست ستيج دي عباره عن سيرفايكال دايلاتيشن. السيرفكس اول حاجه يوصل. في عندنا خدنا السكند ستيج دي معناها فيتال دليفري بيبي 20. خلاص كده بقت حاجه ناقصه. خدنا البلاسنتا دي اللي خدنا السيرف ستيج حتى بيسموها الخلاص. ليه بيسموها خلاص؟ عشان بتنزل بقى كده خلاص كده ايه؟ الولاده خلصت كده انتهى الموضوع. فالثيرد ستيج عباره عن بلاسنتا دليفري. معايا يا دكاتره؟ نبدا الكاتب في اول حاجه اللي هي سيرفايكال دايلاتيشن. سيرفايكال دايلاتيشن الفيرست ستيج اوف ليبر دي الكاتب اللي هي عباره عن سيرفايكال دايلاتيشن منقسمه الى مرحلتين الى قسمين. بص يا كاتب اهو يا شباب ده الكاتب اللي هو سيرفايكال دايلاتيشن ده الباترن اوف سيرفايكال دايلاتيشن. اللي وصف هذا الباترن على فكره هو دكتور امريكاني وكان كل يوم بيتغدى كده في مستشفى سان فرانسيسكو مع دكتوره رئيسه قسم التبديل في هذه المستشفى. مراد الدكتور نسا زميله في سان فرانسيسكو في امريكا. الدكتور ده اسمه الرجل الفريد. اسمه فريدمان. معايا دكاتره؟ تمام. ورئيسه قسم التبديل في هذه المستشفى صاحبته زميلته. كانت جميلة الجميلات فيرجينيا أبجر اللي عملت أبجر سكول. أما زميلهم الثالث يا جماعة صديقهم الثالث دوت هقول لك عليه بقى إن شاء الله في درس لو هو هينزل بقى الترم ده أشرحه لك درس الفيتال والبيينج. لما يجي بقى ذكرى أفكرك بيه افتكروا بقى يا جماعة خلاص أبجر. فيرجينيا أبجر على فكرة من الناس القلائل جدا 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 اللي في أمريكا بالنوازل اللي في أمريكا اللي اتعمل لهم طابع بريد بصورتها. عمل لها طابع بريد بصورتها. إشكال لطيف والله بس أول شفتها يعني أنا جميلة أنا لطيفة بس أول شفتها هتقول إيه اللي جاب نجيب الريحاني في أمريكا. سبحان الله فولة والأزمة نصين بين نجيب الريحاني. اه والله فيها شبه جامد جدا سبحان الله بس جميله يعني يا لطيف. لا لطيف يعني المهم يا شباب المهم يا جدع تعالوا بص يا جدع على الباترن اوف سيرفايكال دايلاتيشن. ايه الباترن ده بقى يا جدع؟ زي انتوا كده يا شباب زي اي ماتش كده يا شباب في يا دكاتره تسخين في الاول تمام تسخين بعد كده في مرحله بقى دكاتره جس نقط ودي بقى تلاقي الفرقتين بيلعبوا كده ايه خايفين من بعض كده بعد كده الماتش بقى دكاتره بقى قمتها في النهايه كله بيلعب سبحان الله. السيرفايكال دايلاتيشن بتحسبها لنفس التقسيم ازاي؟ دي يا دكاتره فيرست ستيج تنقسم الى ليتنت فيز واكتف فيز. الليتنت فيز ده التسخين معايا دكاتره تسخين بقى دي سخنه. بص يا جماعه الليتنت فيز دي في فتره زمنيه طويله قوي يعني ده هنا كده ده الديوريشن ده التايم وده السيرفايكال دايلاتيشن. على فكره احنا اخرنا في السيرفايكال دايلاتيشن 10 سم 10 سنتيمتر. بصوا كده في فتره زمنيه شوف دلوقتي اهو فتره زمنيه طويله جدا حصل سيرفايكال تشينج قليل قوي دايلاتيشن قليل قوي واخدين بالكم؟ دي بنسميها ليتنت فيز. زي انت كده بتذاكر كده وانت لسه في ليتنت فيز المفروض بقى ليتنت فيز دي هتكون عديناها واخدين بالكم؟ المفروض تقعد تذاكر كده اليوم كله ونص ورقه بيحصل هذا الكلام واخدين بالكم؟ دي اسمها ليتنت فيز اهو. بص يا جماعه فتره زمنيه طويله قوي ولسه حاجه بسيطه قوي دي اسمها ليتنت فيز. بعد كده الدكاتره بقى يبدا السيرفكس يفوق بقى في الاكتف فيز. بص الدكاتره يبدا هنا ايه يسرع شويه في الريك بدا يسرع شويه الحبل بدا يسرع شويه يعني فتره زمنيه قليله ولسه حبه كويسين. دي اسمها اكسلريشن ها بدا يشد حيله شويه. بعد كده خدت الجزء من الاول هنا لغايه الاهو شايفين هذا الجزء الاول. فتره زمنيه قليله جدا وسع جامد جدا تقريبا قائم هذا الجزء من الباترن اوف سيرفايكال دايلاتيشن.
ده بيسميه ماكسيمال سلوب، يعني قمه الميل. يعني هنا الباك ثابت بيوسع الفتره الزمنيه قليله جدا، بيوسع جامد جدا. اخر بقى سيرفايفل دايليشن اخر كام سنتي للسيرفايفل دايليشن السيرفيس بيكون تعب، فالريت بيهدى شويه، دي بنسميها ديسيلريشن، نفس الريت بتاع الاكسلريشن بالظبط، بس الاكسلريشن دايما بطيء فاسمه اكسلريشن، لكن ده جاي من سريع فاسمه ديسيلريشن فيز. يعني لو كنت تبص كده تبدا الاكتف فيز من اول 3 سنتيمتر من السيرفيس، 3 ل 5 بدا يسرع شويه، 5 ل 8 بياخدهم هواء، من 5 سم الى 8 سم بياخدهم سلوك، من 8 ل 10 سنتيمتر بيبقى اقل شويه، الريت اقل شويه. يعني السيرفيس يا جماعه مش بيمشي ريت واحد، لا مش ريت واحد. دلوقتي يجي الاول 3 سم بياخدهم كتير قوي، اسمها ليتنت فيز، اول 3 سنتيمتر بتلاقي ياخدهم فتره طويله قوي، بس لما يجي بقى 3 سم تلاقي بقى بدا يسرع، 3 ل 5 بسرعه شويه، 5 ل 8 بسرعه جدا، 8 ل 10 سنتيمتر اخر 2 سم بياخد بيقل فيه شويه. واخدين بالكم؟ ده اللي كابتن بنسميه النورمال باترن اوف سيرفايكال لايفيشن. ده بدون اي تدخل، لا ادينا اوكستوسن ولا ادينا اي حاجه. السيرفكس بيوسع كده، يعني الميل تولد مع نفسها، بتولد مع نفسها يا دكاتره، السيرفكس بيوسع كده فعلا، ده بنسميه النورمال باترن اوف سيرفايكال دايليشن. بيجي في امتحان الاستاذ الدكتور حسن عواد هيجيبولكم باذن الله في الفرايد اكزام اللي جاي، ويحط كده باتش كده على كل فيز من هذه الفيزز، ويقول لك اسمها ايه الفيزز؟ تقول له اول فيز اسمها ليتنت فيز، بعد كده في اكسلريشن، بعد كده في ماكسيمال سلو، بعد كده في ديسلريشن فيز. الليتنت فيز المالتي بارا بتاخد 4 ساعات، ليتنت فيز. الليتنت فيز 4 ساعات، معايا يا دكاترة؟ الاكتف فيز يا دكاترة بتاخد من ساعتين لاربع ساعات. ده في المالتي بار. في البرايمري كابيتال اضرب في 2 بطيئه شويه. 8 ساعات والاكتف فيز 4 ل 8 ساعات. ده الديوريشن بتاع الليتنت فيز والديوريشن بتاع الاكتف فيز مكتوب عندكم. الليتنت فيز يا شباب بتاخد في البرايمري كابيتال 8 ساعات. ده ممكن اخده 20 ساعه خلي بالكم. بس هو الرينج بتاع 4 8 ساعات. البرايمري جرافيتا يا جماعه 8 ساعات ليتنت فيز و4 ل 8 اكتف فيز. المالتي بار اضرب ولا اسم على 2 في المالتي بار. بص يا دكتور لو احنا خدنا المين بتاع الاكتف فيز بقى المين، يعني جمعنا كله هنا اللي هو من 3 لغايه 10 اللي هو 7 سم، قسمنا الزمن على 7 سم، هنلاقي ريت قد ايه بقى؟ المين ريت ان هو بيبقى اسرع سنه من الاكسلريشن، فلكن انت في الماكسيمم سلوب بيهدي في الديسلريشن، فناخد المتوسط بتاعهم كلهم. زي انت كده مثلا رايح مثلا برضه من القاهره الاسكندريه معايا مثلا 200 كيلو خدتها مثلا في 5 ساعات، كده حاجه بتجري في اليوم، فحاجه ماشيه وراح المين هتسيبها انت. المين بتاع الرايت جراف ده 1.2 سنتيمتر بير اور. بتاع المالتي بار اسرع طبعا 1.5 سنتيمتر في الساعه. يعني الدكاترة البرايمري جرافيتا بتوسع سنتي ب2 من 10 من سنتي في الساعة. المالتي بار بتوسع سنتي ونص في الساعة. ده المين ريت الاكتف فيز كلها. اكتف بس ليه لا ليه دي العربية واقفة. قاعد هو بتسخن كده. ما بقاش على وقت على 10 مش الاكتف اللي هو على الخط دوت. ده هنا ليه كان اخره. acceleration maximum slow deceleration. عارف كده نخش بعد كده بقى على السكند ستيج اوف ليبر اللي هو عباره عن ولاده مين بقى؟ ولاده البيبي. تبدا السكند ستيج اوف ليبر اول ما يحصل سرفايكال دايلاتيشن 10 سنتيمتر او فول سرفايكال دايلاتيشن. وتنتهي يا دكاتره السكند ستيج اوف ليبر بي فيتال بيرث فيتال ديليفري. واخدين بالكم؟ ده اللي هو السكند ستيج اوف ليبر. يبقى هي بدايتها من فول سرفايكال دايليشن الى فيتال ديليفري. فكده بقى الثيرد ستيج تنتهي من بلاسنتال ديليفري. عايزين بقى نتكلم، وعلى فكره السكند ستيج اوف ليبر ممنوع تتحفظ ما تحفظهاش. هي بتيجي سؤال ام سي كيو يقول لك رتب الاحداث. واخدين بالكم؟
فده نيشنال هيلث تحفظهاش خالص يعني ممكن ايه تقراها مره كده دم استطلاع كده لكن هو ايه فضول يعني لكن القصه اللي كاتبها مش هيلث خلي بالكم السكند ستيج اوف ليبر في تاريخ تطبع الشمس كلها ولا مره جت سؤال ما قلتش ايه اصل ايه كان ده جاست بس انت افهم بس الكاردنال موفمنت اسمها كاردنال موفمنت معايا انا بسميها دانس اوف لايف يعني عايز احكي يرقص عشان يتولد تحكي بالكم فده دانس اوف لايف هذه الكاردنال موفمنت اللي عايز يعملها حركات رئيسيه فين يعملها احفظها بس يا دكاتره علشان خاطر امتحان اخر السنه في سؤال بيجي وفي قصه جاي يقول لك رتب الاحداث اللي هي الترتيب دي بقى كلها ترتيب لكن هي مش بتيجي ريتم عمرها ما جت لها عين شمس ولا ارض ولا في اي جامعه في مصر جت سؤال ريتم مش واقع مش هتقول بقى انا حاسس انا في نايل انا حاسس انكم نايل بس هي انيا من كده بكتير قوي يعني مش هتيجي الاحداث او المتصدر لا في حاجات ثانيه هتجيلكم يعني اكتر من كده بكتير اخف من كده بكتير فدي اللي كانت جاست هسكمها عايزين بقى نسكمها نعملها كذا اسكيمه عشان تحل هذا السؤال اللي لو انت ما سكتهاش والله مستحيل تحل هذا السؤال. اوكي يا شباب فهمت يا جماعه الكلام؟ طيب تعال بص كده على الكاردنال ايه مو بص انا كاتب معايا بقى هنا كده هوريكم انا كاتب الكاردنال موفمنتس بعد كده ايه هشرح لكم اول حاجه هوريكم بس الموفمنتس في فيديو اوكي بعد كده هنمثلها على البيبي وعلى الحوض تمام وبعد كده كاتب اديكم سكيما بعد كده اديكم سكيما ثانيه غيرها اللي يحب اي سكيما منهم ماشي تمشي وبعد كده دكاتره همثلها لكم بانتوماين حلو بعد كده عيدها مره ثانيه بعد كده ما يعرفهاش بقى خلاص بقى مش مشكله لا مش مشكله يعني بعد كل ده لا خلاص بقى. يعني ما يضيعش وقته بقى ده نشوف حاجه ثانيه طيب بص يا شباب هنشرحها 20 مره ما تقلقوش بس انت افهم بس معايا اللي بيحصل ايه انا هعيدها كتير جدا ما تقلقش بس افهم معايا بس بيحصل ايه بص اللي كاتب بص اللي كاتب خلي بالكم بقى يا بيبي ده دكاتره اول حاجه بينزل ماشي ادي دماغه ايه البيبي ده هينزل خلاص على فكره بقى الديسنت اللي مكتوبه عندكم رقم واحد ده بقى اللي بيضحكوا عليكم فيه في الام اس كيو ليه هيجيب لك كل اللي هو يبدا بديسنت كل دي اجابات غلط هو بيضحك عليك في حاجه ان هو عارف ان انت مش واخد بالك ان الديسنت دوت الديسنت ملهوش ترتيب في الكاردينال موفمنتس هو بيحصل اول ثرو هو الباك جراوند اوف اول موفمنتس فعشان كده يا جماعه الديسنت ملهوش ترتيب يعني انت بتيجي ترتب شيل الديسنت واخدين بالكم ورتب الاحداث الثانيه بقى الباقي كله ليه ترتيب الا الديسنت فتلاقي دايما مكتوب لك رقم واحد ديسنت رتب كده ولا رقم واحد ديسنت بيلخبطك انت عشان هو عارف ان انت حافظ الديسنت رقم واحد لا الديسنت مش رقم واحد الديسنت يا جماعه ممكن تكتبوا رقم واحد وثلاثه واربعه وخمسه وكل الارقام كلها واخدين بالكم انه بيحصل مع جميع الحركات التانيه هو مصاحب لكل الحركات التانيه طبعا الفيتال ديليفري المعضله فيها هو ديليفري اوف ذا هيد هي دي المشكله بقى هيد تعمل ايه عشان تتولد لو انتم لاحظين الدكاتره بص كده الدماغ تنزل كده بالعرض طب وجدع اللي يقول لي بقى فاكرين السنكلاتيزم والآ سنكلاتيزم طب دي اني بارايتال بون الانتيري ودي اني بارايتال بون البوستيري بس بصراحه انا داخل هنا مظبوط يعني هنا داخل هنا سينكليتيك صح لو كان منزل دي الاول كان اسمه انتيرير سينكليتيزم بس عندك يبقى مرمي شويه على ايه قدام لو مرمي شويه على ورا كمان يبقى ينزل بالورانيه اللي هي بوستيرير سينكليتيزم ده نازل سينكليتيك التو برايتر بونز نازلين والساجيتال سوتشر ميد واي بين السامفيسز وبين السكروم اوكي تمام الدماغ ما ينفعش تطلع بالعرض لان فالفا بالطول الفالفا بالطول الحاجه الثانيه كمان ان في كمان عضله في النص بالطول اللي هي بالنص المسافه بين الفالفا وبين هنا هنا كده دي اسمها ليفيتور ايناي في بالطول فعشان كده اي حاجه تخرج بالطول
لان الفتحه كلها الفتحات كلها مصممه بالطول مفيش حاجه بالعرض. فالدماغ ما ينفعش تطلع كده، لازم الدكاتره تطلع بقى ايه؟ اوكسيبيتو انتيريور. بص هتعمل ايه الدماغ؟ ديسنت تمام. البيبي ده هيخش جوه البلفس يعمل انجيجمنت، انجيجمنت هيتحشر جوه البلفس تمام. دخل اهو كده غالبا عمل انجيجمنت، دخل الدكاتره جوه الحوض، الدماغ بقت عند ليفل اوف مين؟ ايسكال سبان تمام. في حاجات في النص مش عارف اشرحها لكم على الايه على البيبي ده لان مش باينه فمش هشرحها. بص يا كاتره بالراس هنا بيحصل لها ايه؟ لاحظ بقى الحركه اللي عملها الراس. لاحظ البيبي ده باصص لنا خلاص؟ هيعمل انترنال روتيشن جوه البلفس، هيلف جوه البلفس ويبقى قفال قدام اهو. بص كده وده عشان خاطر السلوب اوف ليفيتور انويد زي حوض الوش كده دردش ميه في اي حته تلف عشان يوصل لمين؟ للبلاعه بقى، عشان يطلع من البلاعه. بص كده يا جماعه هنا الدماغ هتلف السنت انجيجمنت اهو لف اهو هيلف وهو نازل بيلف بيلف هتلاقيه بيلف دلوقتي. بص كده ادي مناخيره، بص مناخيره فين؟ بص هتبقى فين؟ اهي شايفين؟ شايفين 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 اهو اهو لف تماما بقى نازل كتر قفال قدام اللي بنسميه اوكسيبيتو انتيريور تمام. هتلاقي بقى كده عشان يطلع لازم يعمل عشان يطلع فليكشن ولا اكستنشن؟ لا الفليكشن هيخش على وشه على السكرم، لازم اكستنشن عشان يطلع بالمنظر ده كده. ايوه عامل اكستنشن يطلع كده اهو طلع كده معايا دكاتره. يبقى عمل الاول انترنال روتيشن جوه معايا وطلع باي اكستنشن، شوف وشه طلع باي اكستنشن بالمنظر ده. لاحظ يا دكاتره ان راسه ورقبته اهو، بص راسه وبص كتفه شايفين رقبته توستد، راسه وكتفه معايا كتفه هنا اهو كتفه كده وراسه كده، لازم يرجع عشان تو ان توست النك عشان لفها جوه دي لفه الدماغ بس من غير الاكتاف. فلازم بص هيرجعها كده عشان ان توست النك. بص هيرفع ارجع ازاي بس اهو هنا دي بقى دي اسمها ريستيتيوشن. يعني ريستيتيوشن يعني ايه؟ يعني ان توست النك تمام. بس بص الشولدر ده بالعرض ينفع يطلع كده الشولدر؟ ما اختلط خلاص دماغ اختلط. ينفع يطلع كده الشولدر؟ تقترحه ايه؟ يلف كده شويه، هيلف كده شويه ويلف الدماغ معايا. بص كده بص كده الشولدر اهو، شوف الشولدر بقى انتروبستيريور. فهو الشولدر عمل انترنال روتيشن جوه البلفس والراس لفت بره البلفس، بس وصلنا لوان سايد بس. مكان الكتف يطلع بعد كده بمنتهى البساطه اهو، الكتف يطلع بعد كده بمنتهى البساطه. ده السكند ستيج اوف ليج اهو اتولد كده. تاني يا شباب يهمني انا كتر حركات الدماغ يا شباب، الدماغ دي هي المشكله. هو كان نازل كده مش هينفع يطلع كده، لازم يلف لف لف بقى كده خليه اكسبت انتيريور تمام. هيلف اهو بالمنظر ده بعد كده يطلع اكستنشن بعد كده اعدل اعدل بقى رقبتك بس كده عدل رقبته على كتفه. بعد كده بقى ايه؟ الشولدر هيلف عشان يبقى انتروبستيريور اهو، الشولدر لف كده يبقى انتروبستيريور تمام. بعد كده ديليفري اوف ايه؟ اوف شولدرز بعد كده. تاني يا دكاتره اهو انتوا ليه بقى بيعمل ايه؟ بينزل اهو، ده كده عمل انجيجمنت صح؟ لف لف اطلع اعدل بس كده عدل لف واطلع بقى اهو، يلف كده بالشولدر ويطلع بقى كده ديليفري اوف ذا ايه؟ اوف ذا شولدرز بعد كده. تاني يا دكاتره مره تانيه اهي. بص يا جماعه الاغنيه بتاعتنا عشان ما ننساش بقى، لف واطلع واعدل لف واطلع، واخدين بالك زي الميه في الحوض كده لف واطلع. اي حاجه يا دكاتره تنزل في الحوض بنقول لها ايه؟ ما الحوض ده فيه حوض جوه فيه ليفتر انوي، بنقول لها ايه؟ الميه ما تنزل لف واطلع. اي حاجه تلمس ال ال البلفيك فلور لف واطلع، تلف في الحوض تطلع من البلاعه، اي حاجه كده. على فكره يا دكاتره كانت بتلف في الجريتست بلفيك دايمنشن وتطلع من الليست بلفيك دايمنشن، لف واطلع. الراس هتلمس الحوض لف واطلع، الشولدر هيمس الحوض لف واطلع، بس الراس زود لها بس اعدل بس
يبقى لف واطلع واعدل لف واطلع. اهي يا شباب بصوا يا جماعه نغنيها مع بعض اهو. لف اطلع اعدل اهو لف اطلع بس كده. معايا دكاتره؟ يبقى القصه بمنتهى البساطه يا شباب لف واطلع واعدل لف واطلع. تعالى كده مثال كده على الحوض كده. الاوكسيلري باور يا الحزم. الحاجه الثالثه كمان بيجي دوت بينزل ايه؟ عشان هو كان متني كده بيجي متني على نفسه كده مع الكونتراكشن بيتفرد. لان هو كان متني كده مع الكونتراكشن بيتفرد يعني زي ما يكون بيتكوي بيجي ده فالكونتراكشن بتكوي فتطوله بقى شويه. واخدين بالكم؟ فهنا بيجي بينزل ايه؟ ثلاث حاجات الدراي كونتراكشنز وانفولدنج اوف ذا بيبي. ده بينزل البيبي. في هنا دكاتره الكونتراكشن عليهم فرد البيبي كده هو بيتفرد. فبالتالي يا دكاتره ايه؟ البيبي ينزل لتحت. تمام. الديسنت بيحصل اول ثرو خلي بالك ما بيحصلش في وقت معين. هو بيحصل يا دكاتره اول ثرو ليبر. يبقى اول حاجه عندنا في ديسنت البيبي ده بينزل اول. بعد كده الديسنت البيبي ده بيخش يا دكاتره في الحوض بعد كده. لما يخش يا دكاتره في الحوض بنسميها ايه؟ انجيجمنت. يعني ايه انجيجمنت يعني؟ معناه ان الباي بارايتال دايمتر عدى البريم. يعني الباي بارايتال ده يا شباب باي بارايتال ده عدى البريم. خلي بالكم في فرق بين الباي بارايتال واوضح حته. اهو اي ايه هنا الباي بارايتال اهو ده باي بارايتال وده انا كاتب اوضح حته في الدماغ. واخدين بالكم؟ لما يكون الباي بارايتال عدى البريم هيكون اوضح حته في الدماغ عند الليفل اوف ايسكال سبار. يعني خلي بالكم يا شباب ادي انا كاتب اهو ادي اوضح حته في الدماغ اهو وادي يا دكاتره هنا الباي بارايتال دايمتر اهو في فرق بين الاثنين. لما تكون الباي بارايتال جاست باست الفيلفيك بريم هيكون اوضع حته في الدماغ عند الليفل اوف ايسكيال سباين. فدي اسمها انجيجمنت. يعني ايه انجيجمنت؟ يعني الباي بارايتال دايمتر هاز جاست باست ذا فيلفيك بريم ساعتها بقى ديت عن الليفل اوف ايسكيال سباين. لا كارثه معايا يا شباب؟ فهمت يا جماعه؟ دي بنسميها انجيجمنت. تمام. فالمثل انجيجمنت يا دكاتره البيبي ده بيلمس الارض. بيلمس مين؟ الارض بقى. لمس الارض تحت. هنا يا شباب لما يلمس الارض هنا الحقيقه في هنا حاجه مش باينه في الموفي بقى. ان احنا بناخد اول قفا في التاريخ، بناخد قفا كده. بيحصل كده. وليه بيحصل ايه يا شباب؟ بناخد اول قفا من البيلفي بلور. يحصل ايه؟ انكريز ديفليكشن. بيبقى لما ينزل تحت كده انكريز ديفليكشن. واخدين بالكم؟ السؤال بقى يا شباب ليه انكريز ديفليكشن ليه؟ انا عايز بس منطقيا مش عايز اقول لك ازاي الميكانيزم، ليه؟ مش عايز اقول لك ايه الميكانيزم في انكريز ديفليكشن، هقول لك عليه حاجه. بس علشان الدكاتره لما يبقى في انكريز ديفليكشن هيبقى لو هما بقى فولي فليكس هيبقى الدم ده اللي ينزل فيه البيبي سب اوكسيبيتو بريجماتيك 9.5 والباي بريجماتيك 9.5 ده عامل زي مين؟ الكوره.
عشان هيلف الخطوه اللي بعدها. مش الخطوه بعدها هيلف، يلف ازاي؟ لو هو راسه مش كوره هيتلف ازاي؟ يبقى لازم يحصل انكريز فليكشن عشان الراس عامله زي الكوره عشان تحرض على البلفيك فلو. السؤال بقى ازاي بتلف بتحصل فليكشن في الخد؟ الميكانيزم بقى. ماشي بص يا جماعه، لو احنا جبنا دكاتره مرجحه تمام، جبنا مرجحه اهو، مرجحه اهو يا دكاتره خلاص، وهنا واحد هنا قاعد كده هنا كده والتاني قاعد الناحيه الثانيه كده، مين اللي هيطب يا دكاتره؟ الاتقل بيطب مظبوط؟ ايوه يا جماعه حاسس ان انا مش كده ولا عيب كده ولا ايه؟ تمام طب تمام. بص يا جماعه، لو واحد دكاتره تخين شويه بقى، واحد تخين شويه بالمنظر ده كده قاعد على المرجحه، ايه الحل بقى يا شباب؟ ممكن لو دوت مرجحه طويله شويه يرجع لورا شويه، برافو عليك. لو رجع لورا في حاجه اسمها العزم بقى خدناه زمان كده، اللي هو القوه في الذراع، يعني الدكاتره خلي بالك القوه في الذراع معايا؟ يعني لو كان الذراع ده اطول يبقى ده عزمه اعلى. في حاجه يا جماعه اسمها الذراع بتاع ايه؟ بتاع الرقبه، دي اسمها رقبه. صح يعني معايا في الكلام ده فاهمين؟ ايوه مش عارف، حاسس الناس يعني ما فاهمين في الفيزياء ولا ما فاهمين لسه ولا لسه مش عارف. بس بص يا شباب، بص يا دكاتره، على فكره بيبي دوت، بيبي ده عامل زي المرجحه بالظبط، بيبي ده عامل زي المرجحه يا شباب. ازاي يا دكتور بقى؟ بص يا جماعه، في يا دكاتره نقطه الارتكاز بتاع المرجحه اسمها فالكرم. الفالكرم دي نقطه الارتكاز، فين نقطه الارتكاز؟ هو ده. شباب معايا، شباب معايا دكاتره، نقطه الارتكاز يا جماعه ده هو ده. ايه ده؟ الجوينت ده اسمه ايه؟ هذا الجوينت ده بتاع الاعدام، بتاع الاعدام اللي اسمه اتلانتو اكسيال جوينت بتاع الاعدام. تمام. بعدين الراس لما بتلمس البلفيك فلور اهو، في عندك هنا ليفيتور وعندك هنا بيليفيتور خلاص، يعني اهو الراس نازله اهي نازله كده، ده سيرفيس بيوبس وده السكرم، وهنا في تو ليفيتور بالطول اهو. ايه اللي بيحصل بقى؟ هنا اذا كانت الراس بتلمس هنا الاوكسبوت ده بيلمس هذه الليفيتور، عارفين اسمه اوكسبوت ده اسمه سينسي بود. انت لما تيجي تصلي بالجزء اللي تقعد عليه تحط عليه دماغك ده اسمه سينسي بود، ده اسمه اوكسي بود وده اسمه سينسي بود مكان الصلاه ده. فده هنا دكاتره هنا ده سنسبوت بيلمس ليفيتور والاوكسيد بيلمس ليفيتور، مين هيكسب بقى؟ بصوا يا جماعه، لو السنسبوت هو ناحيه السنسبوت اللي كسب، لو دي ليفيتور دي كسبت هتعمل فليكشن، ولو الدكاتره الليفيتور ناحيه الاوكسيد تكسب تعمل اكستنشن. مين هيكسب؟ ناحيه السنسبوت. طب ليه يا دكتور؟ بصوا يا جماعه، هات لي كده شوف اللي كده ايه. اولا قدام الدكاترتين الليفيتور اليمين زي الشمال. طب مين ذراعه اطول؟ تعال بص بقى الارتكاز فين؟ اتلانتو اكسيوم تمام، لغايه الاكسفورد ده الذراع كده اهو، شايفين الذراع طوله قد ايه؟ لغايه الاكسفورد اهو، اللي هو من اللي عند الفالكرم لغايه التلامس ما بين الليفيتور وبين الدماغ. اللي بيلمس ورا اكسفورد يلمس ورا، بيلمس قدام السنسبوت بيلمس قدام. مين اطول؟ يعني بص يا جماعه، ادي يا جماعه ده اتلانتو اكسيوم هنا بالظبط، لغايه الاكسفورد اهو، لغايه السنسبوت اهو. مين اطول بقى؟ السنس يعني انا كاتب بص كده من عند اتلانتو اكسيال جوينت اللي هو ده لغايه السنس قدام، واخدين بالكم اطول ولا لغايه اوكسفورد ورا اطول؟ لغايه السنس قدام. فمين يكسب؟ دي اللي هتكسب، دي اللي هتكسب. تقوم عامل لك كده فليكشن كده، هتقوم عامل لك كده بيجي لما ينزل كده يحصل له كده، بيجي ينزل كده اهو، دي اللي هتكسب، دي اللي شغاله معاك هيحصل كده. فليكشن كده معايا دكاتره؟ يعني خلي بالك يا دكاتره ان هنا الهيت بتلمس التو ليفيتور ايناي، انهي ليفيتور اللي هتكسب من ناحيه السنس بود؟ دي اسمها دكاتره ليفر اكشن، يعني ليفر اكشن يعني رفع. نقطه الارتكاز اتلانتو اكسيال تمام. اول ذراع بتاعت الليفيتور دي من عند السنس بود لغايه اتلانتو اكسيال لونج. ثاني ذراع من عند الاتلانتو اكسيال لغايه الاوكسيد ده شورت. مش كده ليفيتور ايناي ناحيه الاوكسيد مش هتكسب. اللي هتكسب مين؟ اللي بيتر ايناي ناحيه السنسور ويحصل فليكشن. وده مهم عشان الخطوه الجايه، على فكره يا جماعه كل خطوه تمهيد اللي قبلها، عشان كده الترتيب فيها مهم. يعني اول حاجه دي السنت تمام، ثاني حاجه انجيجمنت يعني خش للسقف اسمها انجيجمنت، ثالث حاجه يلمس الارض. لما يلمس الارض ناخد اول كده اللي هي انكريز فليكشن عشان بقى هنلف بعد كده. وبعدين يا شباب ادي يا دكاتره بيلبس يا شباب، ادي بنت صاب خلاص. ايه اللي هيحصل بقى يا شباب بقى؟ بص هيحصل ايه؟
الراس تخش جوه هتقوم لفه. بص يا جماعه هي كانت كده، كانت كده يا دكاتره. هتلف ازاي؟ هتلف يا دكاتره اهي، هتلف كده بس لوحدها من غير الشولدر، تلف كده وتطلع باي اكستنشن. حتى تلاحظ يا جماعه ان هنا الشولدر مش على استقامه الدماغ، لازم تعمل كده وان تويست النك، وبعد كده الشولدر يلف معاها كده، بعد كده يطلع بعد كده. على فكره بانتوماين بقى، الاثنين مع بانتوماين يا شباب. بص يا جماعه بانتوماين يا دكاتره، ده دكاتره هنا اللي هو سيفيس بيو بيساو ده السيكس. بص يا جماعه اول حاجه دكاتره للسنت، السنت اهو العراس العادي بالبريم انجيج، اول قفل انجيج ديفليكشن لف اطلع، رقبتي مش معدومة صح؟ قاعد لف اطلع معايا دكاتره. تاني يا شباب، تاني يا دكاتره السنت يا شباب انجيجمنت انجيج ديفليكشن لف ده روتيشن عشان الارض، عشان البيلف فلور ليه ميل فبيتخيل راس تلف، بعد كده يطلع اكستنشن، بعد كده يعدل تو ان تويست اللينك، بعد كده يلف مع الشولدر اسمها اكسترنال روتيشن، بعد كده ديليفري اوف ذا شولدرز بعد كده. تاني يا شباب ديسنت يا دكاتره، بعد كده انجيجمنت يعني راس تعدي للسقف، انجيز فليكشن تلمس الارض ويحصل لها فليكشن زياده، انترنال روتيشن ليه يا دكاتره؟ عشان الاسلوب بتاع اللي بيتر ايناي عامل زي مين؟ زي السيراميك الحمام بالظبط. كله يا جماعه بيروح لفين؟ البلاعه. كل حاجه تلمس الارض عايز تلف فين؟ ناحيه سيرفيس بيوكس عشان تطلع من البلطه. زي يا دكاتره السيراميك الحمام بالظبط. واخدين بالكم؟ لو جبت دليا كده المفروض تنزل لغايه الايه؟ البلاعه. فالراس تلمس. اهو الراس تلمس كده يا شباب. خلاص تلمس اهو. بيجيز فليكشن لمست فتلف كده. وتطلع كده. وتعدل كده. والشولدر يلف كده. تقوم طالع. تاني يا دكاتره. من غير بلمس بقى يا شباب تخيل معايا اهو. بص يا جماعه اول حاجه يا دكاتره، اول حاجه دي السن يخش الحوض انجيجمنت، اول لفه انجيز فليكشن لف اطلع قاعد لف اطلع اكستنشن عشان الشول ده بيلف جوه الاكستنشن دي، الاكستنشن عشان تطلع. لا 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 الكونتراكشن هي بتزقه من فوق بس خاطر اللي بين الفلور ليه سلوب ليه ميل فبيخليه يلف لقدام، لازم يلف لقدام، اي حاجه تلف لقدام مش حاجه بيلف لورا، كله بيلف لقدام يلبس اللي بيتر ايناي ويلف لقدام بيطلع كده اكستنشن بالكونتراكشن تبقى عامله خليها اكستنشن. الشولدر هيلبس الارض يلف لقدام برضه كله قدام عشان سلوب. يعني انت تعرف في المنطقتين اللي في فوق خط واللي في تحت سلوب بس معايا دكاتره؟ عايز حاجه ايه؟ شباب حتى لو كان عنده حاجه يا شباب عنده مشكله؟ طب اللي فات مره ثانيه بقى. بص يا جماعه معلش هو انت راسك بتتقلب تاني عشان تعمل الشولدر معاك؟ اه وان لا وان تويست الليج، هي راسها ما بتتقلبش الشولدر، هو الشولدر اتحرك بس الاول الريستيتيوشن دي الاولانيه دي عشان تقعد تويست الليج. اه بعد كده الشولدر بيلف جوه فالراس تلف بره. اقول اخر مره بس هات السكيما، بص واحد مره ثانيه. هو جريس يعني. بص يا جماعه، انت معايا السكيما دي يا شباب. ناخد سكيما عربي كده. بص يا جماعه، اولا دكاتره اكتبوا لي من فضلكم السنت. السنت يا دكاتره بره السكيما خالص. ليه؟ انا مش عايز احطها في السكيما اساسا عشان ما تتلخبطش. الديسنت ملهوش ترتيب. الديسانت بيحصل اول ثرو ملوش ترتيب يا شباب. وبعدين لما نعدي للسقف اسمها ايه يا شباب؟ انجيجمنت. الله عليك تمام. لما تلمس الارض اسمها ايه؟ انكريز ديفليكشن. تلمس الارض ناخد اول قفل
الراس يا دكاتره بقى الراس نجننا نلاقي زي انت كده ممكن تنزل وشك ان شاء الله بكره وانت جاي الدرس هتلاقي الميه بتنزل بتلف وتبقى من البلاعه غني الاغنيه دي بقى واخدين بالكم معايا هتلاقي بص كده وانت هتلاقيها هتتجنن انت بتغسل وشك وتلاقي الميه بتلف في الحوض وتطلع من البلاعه اي حاجه تلمس الارض يا دكاتره لف واطلع اي حاجه تنلها لف واطلع الا الراس واعدل بس لف واطلع واعدل لف واطلع يعني يا دكاتره هنا الهيد كلها لف واطلع واعدل الشولدر لف واطلع يعني يا دكتور الكلام ده تعال ترجمه بقى لف انترنال روتيشن الراس لف جوه اطلع اكستنشن اعدل ريستيتيوشن الشولدر بيلف يا شباب على فكره يا جماعه اسمها انترنال واكسترنال على حسب مين جوه البلفس مين بره البلفس لما بقول لك انترنال روتيشن اوف ذا هيد معناها الهيد بتلف جوه البلفس السنه والسنه على حسب الراس على حسب جوه البلس ولا بره البلس طب الشولدر ما يلف اسمها دي اسمها ايه؟ يا اما تقول لي اكسترنال روتيشن اوف ذا هيد زي ما بتقول عندك في كل الكتب يا اما تقول لي انترنال روتيشن اوف ذا شولدر وبعدين عندك الموضوع بقى بالطريقتين فدي بالك عندك الطريقتين اكسترنال روتيشن اوف ذا هيد ديو تو انترنال روتيشن اوف ذا شولدر فده بنسميها هنا اكسترنال rotation of the head اطلع delivery of shoulders عادي كده شباب مره ثانيه اخيره دكاتره كمان مره ثانيه مره ثانيه على البئر من غير بيبس البيبي يا دكاتره اهو يلا يا شباب هينزل السن يخش جوه الحوض engagement اول لفه flexion internal روتيشن اكستنشن اعدل ريستيتيوشن الشوطه بيلف اكسترنال روتيشن ذن ديليفري ريستيتيوشن يعني ريستيتيوشن بص يا جماعه ديسنت يا دكاتره انجيجمنت انجريت ديفلكشن لف تنا روتيشن اطلع اكستنشن عاد رقبتي مع كتفي ريستيتيوشن بعد كده كتفي بيلف فده مقصود معايا external rotation of the head اسمها external rotation زي بعد كده ايه؟ deliver of the shoulders بعد بس كده صح كده يلا يا شباب مره ثانيه يا دكاتره يلا يا جماعه تعالوا بقى نغني مع البيبي دوت لا ده يجي لي كله على بعض ريترتبي ايوه بس لو تعالي اول حاجه بتحصل اقول ايه مش لا انجيجمنت او ديسنت صح اثنين صح بس مش كده كده يجي لي يقول انا ارتبي كده واقول لي ارتبي احنا بقى شيل الديسنت الموضوع خالص ارتبي بيه شيل الديسنت وارتبي مثلا السبعه الثانيه دي بصوا يا جماعه اول حاجه كده ديسنت ماشي يا شباب ديسنت انجيجمنت هنا مفيش بقى باين مش باين هنا انكريز ديفلكشن تمام لف اطلع بص يا دكاتره الكتف بالعرض هنا يا جماعه مش هيطلع كده الكتف مش تحت سيرفيس بيوس مباشره بص فوق الكتف بالورب لازم بص الكتف هتلاقيه هيلف بقى عند مين عند الكوكسكس بص الكتف فين في الاليا الفصه هنا لازم بص الكتف هيروح فين اهو هنا اعدل الراس الاول كده عدى الراس بس الشولدر فين في ايليك فوس لازم الشولدر يروح عند الايه عند الكوكسكس علشان يبقى انتر بوستيريور بالمنظر ده كده اهو كده حصل انترنال روتيشن اوف ذا شولدر مع اكسترنال روتيشن ذات ذن ديليفري اوف ذا شولدرز بعد كده لف واطلع واعدل لف واطلع ها يا شباب ايه الموضوع حلو طيب نكتب مع بعض سكيمه ثانيه كده انجليزي معايا يا دكاترة؟
engagement. Effort. Flexion. Lift. Internal. Rotation. Lift. اطلع. Extension. اعدل. Restitution. Lift. External. Rotation. معانا كده؟ بعد كده بقى هنا ايه؟ لف واطلع، لف اطلع، اعدل، لف واطلع، لو هنا ايه بقى؟ هنا ايه بقى؟ ده ليفل روتيشن ستريتشن روتيشن اكسل روتيشن ده اكسل روتيشن دي بقى مش فاكر ايه بقى؟ ليفل اوف ذا ايه بقى؟ مش فاكر دي سكيما دي سكيما دي في الموجودة نيمونكس كده موجودة تيبل بس كانت ايه دي حاجة ايه دي ليفل اوف ذا شولدر بقى جاني اوف ذا شولدر بقى مش فاكر ايه دي اكسبالشن ايه اكسبالشن اكسبالشن اوف ذا شولدر ايه اكسبالشن اوف ذا شولدر هي اللي كانت اكسبالشن ما تيجيش بتاعتي يا جماعة دي دي مش بتاعتي دي بتاعت ادي على الميد اكسبالشن اوف شولدر هي معدلة انا معدلة حاجة بسيطة يعني انا معدلة عشان هي التانية فيها ايه فيها ديسنت في النص عشان ديسنت دي هنا اكسترنال روتيشن فكده هنا اكسبالشن اوف شولدر rarely يعني restitution rotation external rotation بعدين بتاع كده هنا expulsion بس هتلاقوا على النت بتغيرها سنه مغيرها سنه عشان خاطر الديسنت شيلد هولد معايا يا كاكرا ليش الديسنت ليه؟ عشان خاطر انا مش عايز اقدر مع الديسنت الديسنت يا جماعه بيلطف شيل ديسنت تماما بعدين شيل ديسنت بس دي هتلاقوها على النت موجود طيب ممكن نطلع بص يا دكاتره بقى في حاجه دكاتره لنا سؤال الاستاذ الدكتور ايهاب عبد الفتاح وده سؤال بيجيبه على فكره كتير في الام اس كيو بص يا شباب في ناس كتبت بقى السؤال بيجيبه الاستاذ الدكتور ايهاب عبد الفتاح كتير في الام اس كيو معايا ازاي بنشخص الروت اكسترنال روتيشن الروت روتيشن بص يا جماعه اللي هو ايتس رو يعني اكسترنال روتيشن بص اللي كتبت بقى في سؤال اورال وسؤال بس الدكتور يعرف بتاع يقول لك ازاي بنشخص الانجيجمنت تعرفوا ازاي؟ في انا خدت ابدومينال ميثود وفي فاجينال ميثود وده سؤال هحطه في ستادي جايد بقى الابدومينال عباره عن ايه يا شباب؟ دي الابدومينال بقى اشبه ما يكون كده لما تروح كده ان شاء الله على البحر كده باذن الله وقت الغروب بتلاقي الشمس عماله تنزل فين؟ في الميه كل شويه هنا انا جبت نفس القصه ادي الشمس اهي تمام؟ وادي البحر اهو انا بقى جاي بص كده الراس دي هي عباره عن خمس صوابع فين الراس دي اهو بص يا جماعه الراس دي انا كاتبها اهي خمس صوابع اهي خمس صوابع اهي خمس صوابع خمس صوابع تمام فازاي كل شويه تخش في البلبس كل ما تخش انا كاتبها في البلبس لما اخش في البلبس كده انا كاتبها كده هتلاقي كده في خمس صوابع فوق من الهيد فوق السيمي فيوز خش شويه بقت اربع صوابع خش كمان بقت ثلاث صوابع خش كمان بقى صباعين عند صباعين بقى هتلاقي عند ليفل اوف مين؟ الليفل اوف ايسكال سباي يعني ايه اسمها ايه ايجنت يعني ايه بقى يعني ما الاقي فيه 50 هيد بس او اقل فوق السيمسيس ديوز هي انا كانت بص كده اهو بص هنا كده اهو فين انا كاتبه في عد معايا كده ادي صباع 2 3 4 5 ادي خمس صوابع فوق مين؟ فوق السيمسيس ديوز دخل شويه باربع اخماس الهيد والسيمس دي بتخش كمان ثلاث اخماس هنا بقى 50 او اقل بتبقى ديث انجيجمنت دي ابدومينال ليفت تحس ان الدماغ كده في فينيل فور سيمس بيوت كام صباع فوق يعني كام خمس من الهيد فوق السيمس بيوت لما الاقي تو فيفس ده اسمه رول اوف فيفس رول اوف فيفس
معايا دكاتره لما تلاقي في 50 في الدماغ هو سنتيوس او اقل معناه ان ايه؟ الدرجه الثانيه بي في اللي هو احس ان كده بالفهم عند الليفل اوف ايسكال سباين لما الراس توصل ايسكال سباين بعيد الصباعي ده على الدماغ والصباعي ده على الايسكال سباين لما الاقي دكاتره كده الهيد واصله عند الليفل اوف ايسكال سباين معناها انجيجمنت. السؤال بقى ليه؟ بيسال الدكتور جعفر بتاع ايهما افضل؟ البي في ام الابدومينال فور شور؟ لا نعرف الدكتور يعني قلت يا جماعه الضمن ولا فاشاينا يا دكاتره وليه؟ لا 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 ممكن احسها عادي جدا سهله جدا. بص يا جماعه الحقيقه ان هو الابدومينال افضل ليه بقى؟ بقول لك ليه الابدومينال افضل ليه؟ علشان في حاجه اسمها كيبوت ساكسدينيوم which gives a false impression that the head is low. ودي بالكم الافضل هو abdominal وليس vaginal مع diagnosis of engaging. هل engaging هو ده عشان ده سؤال في engaging. رول اوف فيفث ايه رول اوف فيفث ده رول اوف فيفث سؤال يا جماعه. لما الاقي 50 او اقل من الفيتال هيد هو سيرفيس بيوبس معناه engaging. بصوا يا جماعه مره ثانيه اهو يا شباب بصوا ادي خمس تخماس اهو ادي الخمس صوابع اهي قال لي لما تلاقي فيه 50 بالفيتال هيد والسيرفيس بيوبس معناها الهيد از انجيج. اوكي؟ بص بص يا جماعه الجين دي يا شباب اوبشن الجين دي يا دكاتره سنس راجل مين اللي كسب؟ السنس والتست اللي هي طلعت لفوق الريبيتر اللي انا هتطلعها هتبقى طلعها فوق فحصل فليكشن الفلاش مهم عشان يدخل دايمترز اصغر والاهم من كده كمان عشان يخلي الدماغ كرويه ينفع تلف في الحوض الخطوه اللي بعدها. اوكي؟ دي بقى كده تكتب على ديليفري اوف زي بلاسيندا. ايه يا اخي ديليفري اوف زي بلاسيندا؟ ايوه بس نعم طيب بصوا يا جماعه كده مش لكم بقى اسكت بقى طيب نتخيل مع بعض كده فرض يا جماعه ان احنا لو جبنا ورقه زي دي كده. ورقه زي دي كده يا شباب، معايا ورقه كده، دي باكو ورحت خدت جبت استك عليها كده راح شد على الاستك ده كده، ورقه على الاستك كده. ورحت رايح الاستك. رايح ايه اللي يحصل في الورقه؟ رايح الاستك ايه اللي يحصل في الورقه؟ الاستك ده كده مريحه، ايه اللي يحصل في الورقه؟ سيبريشن على الاستك. ده دكاتره اسمه ايه؟ اسمه شيرنج افكت، يعني الاستك ده اللي هو مين؟ اللي هو الفايز مصر. يعني لو جبنا استك كده ودي بقى شدناها على ورقه كده. استك جبت كده على ورقه كده استك كده نطلع ورقه كده. روح رايح الاستك. ايه اللي يحصل الورقه؟ ده السبعين بس هتفصل كده بالظبط. الورقه دي عباره عن ايه بلاسندر. والاستك ده عباره عن ايه؟ عباره عن يوتراين مصر. اليوتراين مصر اهو بص يا جماعه ايه يا شباب خد بلاستيك اهو وادي ورقه ايه بالمضغ ده كده اهو اريح بلاستيك ده كده اهو اهو هو ده السيباريشن بيحصل هو ده الميكانيزم اوف ديليفري اوف ذا بلاسنتا هو ده كده ده اسمه شيرنج افكت بس الاستيك ده مين ده مين فاين مصر والبلاسنتا دي انا كاتبه مين الورقه دي بلاسنتا الاستيك او اليوترس كان شرينك اللي بيحصل فيه ريتراكشن لكن البلاسينتا ده تيشو كان تشرينك يحصل سيبريشن وده اسمه شيرنج افكت وده الميكانيزم اوف بلاسينتا سيبريشن اوكي تمام ليه بقى كان كاتب بقى على البلاسينتا بقى سيبريشن اوف البلاسينتا بقى بصوا يا شباب احنا فاهمين مع بعض اقوى كونتراكشن بتحصل فين؟ اقوى كونتراكشن فين؟ فوق في الفندس تمام تخيل كده لو البلاسينتا دكاتره في الفندس كده اهو الفندس كده واخدين بالكم؟ ايه اللي هيحصل؟
السيباريشن هيبقى اقوى كونتراكشن فوق. هيبدا الكونتراكشن فوق، يبدا شيرنج فوق، يبقى السيباريشن هيبقى انت بيبدا في السنتر ويتجه الى ايه؟ الى البريفري. يعني هنا هيبقى تاويلها اليوترس بيعمل كونتراكت كده. ادي البلاسنتا اهي، وادي ايديا ده اليوترس كده. بص بيكونتراكت ازاي؟ بيكونتراكت كده. اهو كده. فالسيباريشن يبدا في السنتر الاول ثم يتجه الى البريفري بعد كده. اوكي؟ لو هي فندق هيحصل الكلام ده كله. يعني بص يا دكاتره ادي منظر وهي شايف ده المنظر هيحصل كده. هنا الدكاتره بيبدا هنا الشيرنج هنا في السنتر هنا. الشيرنج هنا في السنتر هنا، يبدا السيباريشن فين؟ في السنتر هنا اهو. فجاه هيتجه الى البريفري بعد كده. هتلاقي بقى يا جماعه قوه متوازيه او قوه متساويه تمام كده في جميع الاتجاهات. هذا الميكانيزم ده جميل قوي، ده اسمه شولتز. شولتز ده بيحصل فيه 80% من البلاسنتال ليفرز. الشولتز ده جميل قوي يا شباب، ليه؟ السيبريشن في السنتر الاول ثم في البريفري بعد كده. يبقى كل الاتجاهات متساويه كده، القوه متساويه، بيحصل سيبريشن كله ات سيم تايم، وتنزل بلاسنتا حته واحده. زي ما يكون امبريلا مقلوبه. الامبريلا كده. لا هو بقى مقلوب بقى ده كده انفرت امبريلا اهو بالمنظر ده كده انفرت امبريلا بالمنظر ده معاه ده اللي اسمه شولتز وده 80% وده حلو قوي وده اقل حاجه تحصل فيها ريمننتس وده بعد كده بوست بطل منه في ميكانيزم اخر بقى عايز حد يفكر معايا يلا يا جماعه عايز حد يتخيل معايا كده لو بلاسنتا ماسكه مش في جوه بقى ماسكه في الجنب اهو اهي في الجنب اقوى كونتراكشن فين؟ لا بلاش اقوى حاجه هي وهتمشي كده وهتمشي كده صح؟ فين السيبريشن؟ ده السيبريشن فين؟ فوق بالمنظر ده كده اه بص يا جماعه بقى هيبدا في الجزء في الاخر ده السيبريشن كام؟ في جزء في الاخر ده يفضل بقى يقول لك انا بين نارين بقى معايا يا دكاتره يا ترى ممكن يفصل مع بلاسنتا من اليوترس ولا يفصل مع اليوترس او يستنى مع اليوترس ويفصل من بلاسنتا هذا السيبريشن هو من البريفر الاول ثم السنتر بعد كده هيخلي هنا في جزء، الجزء ده محتار. الجزء ده ممكن يا دكاتره معطول البلاسنتا يقوم قاطع من البلاسنتا. ويفضل فين؟ يفضل في اليوترس بعد كده. لو هي لاترال كده يا شباب لاترال كده. لو في هنا لاترال اتاتشن او بلاسنتا مش فاندل لاترال. هيبدا يا دكاتره السيبريشن من فوق. تقدر تفصل كده، تفصل 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 لما في جزء صغير كده فاضي. فممكن مع وزنهم مسعى هذا الجزء. ايه اللي يحصل بقى؟ يقوم هنا في جزء يفضل ريمنت تفضل ويحصل بوست بارتم هيموريج ويفضل ايه؟ ويحصل ايه؟ بيربرال سيبسس واخدين بالكم؟ دي يا دكاتره اسمها دانكن من اسمها دانك اسمها وحش قوي دي اسمها دانك ميسو دانكن ميسو 20% من الحالات ودي معناها دكاتره او دانك دي معناها ان هي مور لايبل ان يحصل معاها ريتين بارتس ومور لايبل ان يحصل معاها بوست بارتم هيموريج وبيربرال سيبسس ده الميكانيزم اوف بلاسنتال سيبريشن ده الميكانيزم اوف بلاسنتال سيبريشن معايا يا اللي هو شيرنج افكت هي نفس السيبريشن في السنتر فيرست او في البريفري فيرست السنتر فيرست احلى حاجه ده الشولتز 80% وليس لايف ولا اي كومبليكيشن لكن البريفري فيرست الدنكن والدنكن ده على فكره مور لايبل ليه كومبليكيشن كتير مين ده؟ مين ده؟ عارف يعني واحد فيهم ده الدنكن ليه؟ ما هو السنتر اهو فكده بريفري ولازا ايه دي يا دكاتره؟ انفرت امبريلا لازا انفرت امبريلا ايه؟ امال ده مين يعني بص الجزء بص 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 الجزء ده بص يا دكاتره السيبريشن حصل ازاي بص الجزء ده؟ اهو ده لسه ده ممكن يقوم ماسع دي وهي لازا بتقولها كده تقوم ماسع الجزء ده وده تفضل بقى دي يبقى ريتين فارس وتعمل بوست بارتر ميموريج وتعمل انفكشن السيبريشن حصل فوق اهو كله الا دي ماسكه دي ممكن تقوم مزعه. لا 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 انت كلها شولتز. اه السيبريشن في السنتر اهو بعد كده واحد بريف ناحيه الناحيه الثانيه. ويبتدي كده انفكت امبريلا بالمنظر ده. وهنا اليوترس يبقى كومبليت كده خلاص كله نزل في المنظر ده زي الفل. عايزين نعرف دلوقتي بقى السؤال برضه مهم جدا. ايه السايز اوف بلاسنتا سيبريشن؟ ناخد بقى لست ايه بقى خمس دقايق. ايه السايز اوف بلاسنتا سيبريشن؟ خمسة السكيمة دي يا جماعة بقى تنزل السكيمة. لا لا خليها بكرة. اوعى تنسى بقى يا فاسر وشك الصبحية بكرة إن شاء الله.
لف واطلع واعدل لف واطلع اوعى تنسى لف واطلع واعدل لف واطلع بصوا يا شباب انا هرسم رسمتين واحده منهم بيفور بلاسنتا سيباريشن والثانيه افتر سيباريشن عايز حد يقول لي يا جماعه فروق ما بين الرسمتين الفرق بين بعد ما انت في الواحده وبعد ما في انا لسه هقول لك هو في الصفحه في الكبار يلا رجعت ايه سبب الاسئله اللي جت بقى بصوا يا جماعه اول حاجه يا شباب تعالوا بصوا يا جماعه الرسمتين اللي جت شوف ايه الفرق بين الرسمتين اول حاجه تعالوا بص كده الفضه اللي بين فين طبعا ده بيفور سيباريشن اوف ذا بلاسنتا ده افتر سيباريشن بص على الفضه اللي تعالى كده نقارن الفضه اللي بين الاثنين بص الفضه اللي بين فين اعلى انا قلت يا جماعه كونتراكشن ازاي كونتراكشن كونتراكشن كده ادي بلاسنتا كده الكونتراكشن كده كده يعني يوترس بيكمز هاير اعلى هاردر انشف ان كعبوره لايك يعني يا دكاتره جلوبيلر جلوبيلر ايه كده يتكور كده واخدين بالكم فهنا اليوترس بيكمز هاير هاردر اند جلوبيلر تمام اليوترس بيكمز هاير اللي هو بيعمل كونتراكشن هاير هاردر اند جلوبيلر الحاجه الثانيه يا شباب لاحظوا هنا كده في تاني خلاف في سوبرا بيوبيك بانش ليه؟ البلاسنتا سيباريتد من الابر سيجمنت وديستندنج اللور تو الرايت سيجمنت. عندك هنا في سوبرا بيوبيك بانش. البلاسنتا از سيباريتد فروم ابر يوترين سيجمنت اند ناو ديستندنج اللور يوترين سيجمنت. لو افضل رفيعه شويه تلاقي دروس كده يا جماعه. انا حاسس الناس فاكرين البلاسنتا مايكروسكوبيك ستراكشر. يعني الميكروسكوب لا لا دي نص كيلو حاجه قد كده تمام فبتعمل بولش كده خلي بالكم واخدين بالكم تمام فيبقى عندنا في سوبرا بينس بولش عايز حد يقول لك الكور ده اخره هنا فين؟ بص يا جدع الكور لما جه الناس لا بدا يطول معاك حد يقول لك انت شيك قوي يقول لك في ابارنت يعني ايه ابارنت يعني ايه؟ يعني مش حقيقي ابارنت كور ديلونجيشن عايز حد يقول لك يا دكاتره ابارنت لونج كور ديلونجيشن ايه السبب؟ ليه طول ليه؟ على البلاسنتا نزلت معاك. بصوا يا جماعه هنا في دم اتجمع. دم اتجمع من السيبريشن ده. ما اللي عمل السيبريشن هو الدم اما لعمل ديسكشن. الدم اللي بيتجمع ده يا جماعه مع نزول البلاسنتا هيحصل ايه مره واحده؟ ايه اللي هيبخ علينا مره واحده؟ دارك بلاد. سادن فلاش اوف دارك بلاد. لو مره ثانيه يا جماعه حتى في اربع فروق نعدهم مع بعض. اول حاجه الفاندا ليفل بيكمز هاير هاردر اند جلوبال. عندي في سوبرا بيوبيك بانش ابارنت كور الونجيشن صادم بلاش اوف دارك بلاد عايز حد يخبط لي يا دكاتره هنا خلاص بيكون ماسك الكور هنا وحد يخبط هنا بيكون ماسك الكور دي هنا هنخبط يا دكاتره فوق بقى اهو هخبط على الفندس والكور ده هيكتر كده طب تحت الغابة تحت يا شباب يعني لما خبط هنا ايه اللي بيحصل؟ في ترانسميشن اوف بالسيشن للكور تحت لما خبط على الفلتر على البلاسنتا توصل الكور تحت فيحس بيها لكن هنا يعني حتى مش هحس بيها الخبط اللي على الفلتر هنا في فيلير اوف ترانسميشن اوف بالسيشنز اون تابنج اوف يوتراين فلتر مهما خبط هنا مش هحس تحت ودي اسمها ستراسمان سايت. ستراسمان سايت معايا يا دكاتره؟ يعني ايه؟ يعني خبط فوق ما توصلش لتحت معناه ان البلاسنتا از سيباريتد. هو ده هو بيكونتاكت يعني ليه هو بيكونتاكت؟ هو بيكونتاكت زي واحد ينشف العضله بتاعت عينه كده. هو اللي بيكونتاكت يعني بيكونتاكت خمس دقايق بس كده عشان نكمل البيت لكن نعم بس كمان ظبط على الفضل يوصل تحت نعم
لو اتاتشد هيبقى ترانسميشن، لو رود اتاتشد هيبقى مش ترانسميشن. ودي اسمها متوقع في حاجه الاسبوع ده خدنا الاسبوع اللي فات. لا عملوا الاسبوع اللي فات يا جماعه مره اللي هو كانت حسب واحده لغت يعني لا مش اتعمل الثلاث اللي بعدها ماشي كده اتعملت ثلاثه. دي كانت الاسبوع الثاني واحد بس وبقيت الاسبوع خلاص. ما لا مره واحده الاسبوع مش هيسه and to avoid maternal distress.
هم يا جماعه بتقعد 12 ساعه ده صعب قوي and to avoid دكتور ديستريس هو تمام الدكتور قاعد مع ايميل بتولد اكتر من 12 ساعه ليه يعني ملوش اهل يسال عليه مش حرام يا جماعه فلازم الولاده ما تطولش اكتر من 12 اورز حتى لو برايفت درافت لازم خلي بالك يا جماعه الموفيز اللي احنا بنشوفها دي كلها دي المفروض كلاسز للحوادث بقى اعملوا كده بقى حاولنا نعملها في مصر والحمد لله رب العالمين فشلنا فشل ذريع ان احنا نجيب الفينين لا يا جماعه نولد ازاي؟ المفروض يا جماعه عالم الفينين تولد ازاي؟ وتساعدنا ازاي؟ مش زي ما بيحصل في الكشك كده اللي هيروح كشك النهارده ولا بكره يلاقي يا جماعه الفينين دي يحصل ايه؟ بتولد خلاص والراس طلعت من الفلفه خلاص دكتور لا مش هكمل ولاده ايه يا مدام الدنيا خلاص اصلا لا انا همشي لكم بكره يا جماعه لا ما دامش الولد الراس خلاص يا مدام نازله ورجلنا بكره ايه واحنا رجلنا بكره ما ينفعش يا مدام الراس نازله دكتور ده مش هبقى شاور خالص انا كده كفايه عليا كده مش عايز اولاد اه مش شاور يا عيني يعني لازم يبقى عندها منتال بريباريشن مهم جدا يعني حتى خلي بالكم ان لازم تكون عاملين الفيميل اديوكيشن على ازاي تولد وازاي تساعدها معايا تساعدنا ازاي؟ امتى تحسب؟ امتى ما تحسبش؟ الوجع نفسه زي ما الوجع بيحصل فيه وازاي ممكن نخفف القلق؟ يا جدع تحس القلق مش داخله كده على عينيها كده على الولاده. صعبه جدا. فهم بيبقى تصرفاتهم غريبه وتلاقي الفينين تقعد تشتغل. انا ده بلاقيه، انت طفلي معوج، انا ده بلاقيه. معايا يا جدع يعني انت جبتي ليه؟ انا ده بلاقيه في الموضوع، انا جاي بولدك، بولدك بقى. فهو الفكره ان هي يعني هم عشان مش بريمير دي بالكم وبعد كده هم ليهم اضافات غريبه قوي. المفروض يا دكتور برضه ان هذا الري اشورنس والبريبريشن على فكره انا وجوزها كمان لو انت بصيت على موفيز كده ناس بتولد في بره هتلاقي ان السوق بيخش مع مراته معايا كل الولاد يعني دول زوج ليه دور مهم قوي، دي داخل مع مراته ده واحد معايا يعني في موفيز كده تلاقي قاعد مع مراته كده ويطلعوا عليها كده. ده كده في مصر بقى تلاقيه ساب مراته وجاي يقف جنبه. والله يا عم اخرج لك حاجه مراته مش معاك. ده بالظبط دي شبه اللي انت قلتها كده. هتسالك في حاجه يا دكتور دي ايه مش مراتك؟ انا جايبك مع مراتك ما تقعدش معايا. والله فلقينا الموضوع ده في مصر فشل والله العظيم. ما بتدخلش يا جماعه جوازهم معانا ابدا في الريست. لا ممكن يصرف لو فرد ممكن خلي بالك يا دكاتره ان الكشك عندنا والاستبان بتقسم كمان بص عندنا تحت في كده اوضه كبيره كده اسمها الاستبان دي اول حاجه في البيت بتخش على الاستبان ويكون غالبا بيكون في النايب الصغير انت لما تروح كده ان شاء الله المستشفى ان شاء الله تمام بتوصل كده اول حاجه تخش عليها تخش على الاستبان اول حاجه كان في عائلتي تبقى بيتنا وفي امتياز كتير اصغر نايمة غالبا بيكون ده اصغر نايمة موجود. النايب على فكره وظيفته بس في حاجتين. انه يكتشف الكومبليكيشنز والحاجه الثانيه دايجنوزس اوف ليبر ياخد هيستوري كما انزل بقى. يعني هيستوري يا جماعه كامل. يعني بيرسونال هيستوري وكومبلين وياخد منسترول ومستدرك وباست وفاملي هيستوري ويعمل اكزامينيشن كما انزل. جنرال اكزامينيشن والكلرز والعينين والنك والرجلين وكل حاجه وتشيست وهارت وكله واخدين بالكم؟ ويعمل كمان ابدومنال اكزامينشن ده بقى في سكيل لاب حاجه اسمها نيو بول بروفرز بقى الفاندر ليفل شوف ماشي مع عمر الحمل وشوف لو في كونتراكشنز بيبقى وضعه عامل ازاي يسمع في هارت ساوندز يعمل بي في اكزامينشن يبص على الرايبرنج يبص على الفيسمنت يبص على الدايلاتيشن يبص على الستيشن على بوزيشن معايا بيبي وضعه عامل ازاي؟ انتيريور ولا بريتش ولا ايه بالظبط؟ لو هي ما كانتش عملت انفستيجيشنز تطلع انفستيجيشنز بقى. يعني اقل حاجه مثلا ايه؟ صوره دم وتحليل بول دي اقل حاجه. ويلبس العيانه لوب شاحنها على ايه؟ شاحنها على الكوش فوق. ده بقى ده اشوف بقى الكوش فوق بقى فيه ايه بقى؟ بص يا كاتشب بص يا كاتشب بيطلع فوق بقى يا شباب الاقي كشك بلقاتي بقى. الاقي دكاتره كده في كده ايه؟ مدخل كشك كده
تمام كده تخش كده تمام لما تخش كده تلاقي هنا كده ايه في اوضه هنا اوضه هنا بالمنظر ده معايا بعد كده في هنا كده برضه اوضه ثانيه كده بعد كده في اوضه بقى كبيره كلكم عليها حالا بس انا كنت اخلي بالكم اللي بعد الاوضه دي كده في خط احمر كده ما تعدوش بعد الاوضه دي ايه بقى بس الاوضه دي اللي كانت هذه الاوضه دي بتاعت الاد سيسز بمعنى ايه؟ بمعنى انت ما ينفعش تخش في لبسك دوت ما ينفعش وكل تغير كل حاجه معايا انت المفروض انت بتلبس الجرين بتاعك او البلو وات ايفر بقى معايا وتلبس الكادره الصابون معايا او الكراكس بتاعك يعني في حاجه بتحصل ان هو غريبه جدا تلاقي نايم لابس حلو قوي اللي هو البلو او الجرين تمام ولابس الكراكس بتاعه زي الفل وبعدين الكادره يقوم بعد كده قاعد جوه شويه تقوم طالع ونازل بره المستشفى يشوف حاجه ساعه ويطلع تاني طب ما انت كده عملتش بقى كل ده سيبس ده السيبس بقى ده كومبليتلي سيبت كونديشن وديك بالكم يعني انا سايبها كده الاوضه دي ليه؟ ايه روح غير بعد كده انزل براحتك وارجع بعد كده غير تاني وارجع وديك بالكم مهم قوي الكلام ده ما بيحصلش الكلام ده بقى وده غلط لازم يحصل كده يا شباب دي الاوضه دي بقى ليها سيبس يعني تروح تغير بقى يا شباب تغير وتلبس كروس بتاعك ساعات ما بقاش معايا فتلاقي كده في زي كده راجل هنا كده اسمه ابو شرف هو اصلا اسمه ابو شرف الراجل ده هنا كده لو رحت هناك كشك تلاقي ابو شرف موجود واخدين بالكم عشان هو عنده شرف كبير قوي كده بجد ربنا معايا ده كده روح بص تلاقي قاعدين ابو شرف معايا تمام فلما تروح تلاقي ابو شرف هنا دول بقى يجي لي بقى الحاجات عشان خاطر اخش الكشك معلش انا مش جايب معايا بقى ايه مش جايب معايا حاجات يعني جايب هات لي انت هديك بقى ايه هديك الكلام ده خلي بالكم ثلاث كيس واخدين بالكم عشان هنا في لقطه بتحصل في الكشك هتلاقي الغدا كيسين باستك وكيس تاني بيتربط كده يعني كيس تاني جاي خلي بالك الماستك ده كده مش عارف ليه كل الطلبه بيتبسطوا قوي الناس يجروا نفسها على دماغه هو طبعا بيلبس على دماغه الازمه ياخد تاني على رجليه ومش عارف تاني يقول رابطها في الليست ده يعني اوفر شوز مش اوفر هيد واخدين بالكم بيبقى شكلك مسخره يعني داخل الوش والله تالت بقى مره وتضحك انت لابس اوفر شوز على دماغك عندك في مشكله في الاوفر شوز يعني الفيلم عندك مشكله كبيره واخدين بالكم يا جماعه الاساتذه كيل الرجلين الله يبارك لك بقى ده مسخره بقى تروح كده فتلبس كده ايه؟ تلبس اللي هو الاوفر شوز وتلبس الدكاتره الاوفر هيد وتخش على الجديد تمام المفروض الدكاتره من ضمن الهاي ستبس برضه انك ما تعملش فريكوينت اكزامينيشن للفيميل لان البي في اكزامينيشن ايه؟ ده بيعمل يا جماعه اسباب الريسبس احنا مشكلتنا في الدمرداش او في الزهراء او في الحسين ان الجميل بتتفحص لغايه ما تنتهي الفحص والله يعني هتلاقي كده ايه كل شويه هتلاقي النواب كل شويه يفحصوا كام نايب بقى؟ ثلاث نواب نايب جونيور وصاب سي وسي كله عمال يفحص كل شويه يفحصوا والامتياز بيفحص معاك وفي مش عارف طالب جاي كده سنه خمسه كده جاي يتفرج فيفحص ويمشي عامل اسانسير يطلع يودي يروح يا جماعه غلط يا جماعه خلي بالكم والفحص يا دكاتره ثلاثه لاربعه اكزامينيشنز في الولاده كلها مش في البيئه تلاقي الفحص مفيش ما بتلحقش اه والله عندنا في عيني يقول لك دكتور لا ورش ما بداش عمري ليه؟ ده انا دكتور بتكلم معاه الا اللي ما بداش مش عمري ما اروح او يعني مجاني يعني ربيت عليها فخلي بالك يا شباب خلي بالك يا دكاتره هم ثلاثه اربعه اكزاميشن المفروض كمان حاجه ثانيه المفروض يا دكاتره الفحص على فكره بي سيرش بلاد يعني سيرش بلاد مش اللي هو بقى اللي هم بقى في عندنا في المستشفى جايبين لك الاكياس بتاعت لما تروح مثلا ايه وتجي هنا كده كيس البلاستيك ده جايبين لك كده والله العظيم وتلاقي النايم ده نظيف قوي النايم ده ايه ما عندوش وقت يعني هو بيبقى فيه بلاستيك كده مكتوب ده ممكن تشد الكيس تلبسه تلاقي بتاع ايه الحلويات ده كده ده تلاقي الناس الحلويات مش هتقوم طالع الكيس كله كده الجوانتيان ويحطها كده تحت ايه تحت اللي هو البلو بتاعه ليه علشان خاطر ما عندوش وقت يطلع هو بيقوم شد الجوانت ويلبس ويخلص على طول واخدين بالكم والله ويقع منه على الارض ويطلع وينفضوا كده ويلبسوا تاني عادي مش مشكله والله فده كل ده يا جماعه بيعمل سيرفس المفروض يا جماعه كمان قبل ما تفحص تغسل ايدك مهم قوي ما تظنون على الاقل فده تفحص كان طبعا ما بيحصلش فيه الكشك يعني للاسف اسبسس الاسبسس زي ما كده ما بيحصلش في الكشك خالص ماشي احنا عملنا كده خلاص لبست بقى كل حاجه تمام كده وعدينا من الخط الاحمر دخلنا الكشك بقى هتخش كشك يا دكاتره تلاقي في اوضه كبيره بقى عليها الشباك خلاص كده هذه الاوضه بقى تلاقي فيها سراير كتير جدا سراير كتير قوي واخدين بالكم
هذه الاوضه اسمها البريد ليبر، دي اسمها البريد ليبر. معايا يا دكاتره؟ دي يا دكاتره اوضه المانجمنت اوف فيرست ستيج اوف ليبر. دي بقى اللي فيها مانجمنت فيرست ستيج اوف ليبر بقى اللي هي بتاعت السرفايكال دايلاتيشن. هذه الفيميل بتقعد في هذه الاوضه من اول ما يبقى كش من الكش اللي هي الاكتف فيس الى ان يحدث فول سرفايكال دايلاتيشن. طبعا هنا هتلاقي الفيميل كلهم بيس فرغ. صح؟ ده يا جماعه صوتها بيجيب المستشفى من تحت، لما تبدا تحت يقعد تسمع كده تلاقي عياده النساء، مستشفى النساء، سامع انا صريخ الايه؟ الفيميلز. ليه بقى؟ لان الدكاتره ما بتبقاش انالجيسيا وده غلط. فول اديها بيسدن. هو الالم موجود بس فيها حاجه كده رايح شويه. يعني ممكن بيسدن مثلا، ممكن ترامان، ممكن اديها بقى ولا دون الم تماما اللي هي الانتيورا الاسيسيا. طبعا دي حلوه قوي. الحاجات دي حتى مش موجوده عندنا طبعا بس حاجات دي حلوه. لا في المجال مفيش، لكن برايفت بوم. معايا يا دكاتره؟ طيب بص يا شباب، لما تخش في مين هنا بتعمل ايه بقى يا شباب؟ ودي انالجيسيا كويسه. لما تخش هنا في مين انا بعمل هنا دكاتره رابشر اوف ميمبرينز. لما تخش في مين تلاقي دايما لك ايه؟ رابشر اوف ميمبرينز. رابشر ازاي؟ في طريقتين، في طريقه حلوه وطريقه شيك كده لطيفه وطريقه وحشه. دي الطريقه اللطيفه الحلوه، بتجيب كده دكاتره كده حته بلاستيك اسمها امنيو هوك. امنيو هوك. الهوك ده بيعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه بيعمل ايه؟ شايفين بيعمل ايه؟ هينتش الايه؟ الممبرين، تدخله كده على صابعي كده او نتش الممبرينز، فاعمل رابشر ممبرينز. ده اسمه ارتفيشال رابشر اوف ممبرينز، ارتفيشال رابشر ممبرينز. ممكن بصباعي ممكن، بس هي في مشكله ان صباعي بلط، فممكن لما اخش بصباعي كده بعمل فورس زياده وانا بدخل كده بعمل بعنف شويه اقوم رافع الدماغ لفوق. ما اعرفش الممبرينز يديلك كورد، يديلك كورد كولابس. فالحركه دي مش حلوه قوي، اللي هو تفتح الممبرينز باي فينجر، اوكي؟ هنا السؤال بقى، ليه الدكاتره في جميع الحالات لازم اعمل لها لو ما كانش حصل لها فعلا؟ لازم اعمل لها ارتفيشال رابتشر اوف ممبرينز. ليه يا شباب؟ اول حاجه الدكاتره علشان نشوف الكاركتر اوف لايبر، يعني اللايبر اللي هينزل دوت. اللايبر اللي هينزل ده هينزل احمر زي ابراكش بلاسنتي، ولا ينزل اصفر زي الار اتش الاورجنايزيشن، ولا ينزل اخضر لو ميكونيوم، ولا ينزل ابيض زي كوريا اوف نايتس. فلازم نشوف الكاركتر اوف لايف، ابيض بص ولا اصفر ار اتش، ولا احمر تبقى برابشو، ولا اخضر ميكونيوم. مهم يا جماعه الكلام ده مهم. الحاجه الثانيه اللي كانت مين فكرنا في كونتراكشنز قويه واللايكو ده دخل في البلاسنتا هيعمل في دم في البلاد ليست بتاعت البلاسنتا هيعمل ايه؟ ميلياتيك فلويد ايمبوليزم. عايز انرجو اقلل فرصه حدوثها برابشر كومبليت. الحاجه الثالثه يا شباب اللايكول ده فيه بروستا جلاندز. تمام برابشر كومبليت البروستا جلاندز بتمتص هنا من ايه؟ من الفاجينا. وده كونتراكشن بقت زي النقط. يعني هنا اللايكول ده بيبقى فيه بروستا جلاندز بتمتص من الفاجينا. فتخلي كونتراكشن زي النقط. حاجه ثانيه برضه مهمه قوي ان الهيب تقوم لابسه على السيرفس. لما يحصل رابشر ميمبرين تقوم لابسه على السيرفس هنا فيها في ريفلكس شبه الريفلكس بتاع مين؟ بتاع السابلين. مين اللي بتاع السابلين؟ اللي هو ستيميليشن اوف ذا ليفل بيطلع اوكسيتوسن. فاكرين يا جماعه الكلام دوت؟ بيعمل ميلك ايجكشن او ليت داون. نفس القصه لما الراس تلبس على السيرفكس ده بينشط نير فايبر يطلع بكتر الجلد ويطلعها اوكسيتوسن تلاقي كونتراكشن بقت زي النار. يعني رابشر ميمبرينز بيزود الليبر اكسلريت ليبر زي البروستاجلاندز واوكسيتوسن ونشوف النيتشر اوف لايبر ونمنع حدوث الليبر. خلي بالك يا دكاتره ان في مين اثناء الولاده هنا يا شباب المفروض ناثينج بير او ريس. ليه يا جماعه ما تاكلش ليه؟ ليه ما بياكلوش قبل الولاده ليه يا دكاتره؟ عشان المفروض ياخد انستيزيا وترجع ويخش بقى سواء اسبيريشن اسمها مندلسون سيندروم. بس الحقيقه يا شباب ان الفيميل ممكن تشرب. بشرب ميه، جوس، حاجه كده خفيفه، اناناس، معاها تفاح. بس مش فخفخينه مثلا، يقول لك انا عايز فخفخينه يا دكتور. عايز فخفخينه يا دكتور. لا 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 ما ينفعش. بلاش في بارتكلز اهم حاجه، عشان لو رجعت حتى مش مشكله.
بالاخير بينجح عشان من الكلام ده كله، بس ما بقاش في بارتكلز تبقى صعبه في الايه؟ في السكشن. فهي ممكن تشرب مش مشكله. فدي بقى طبعا صلايب ودي جلوكوز، دي بالكم ده دي من اللي هي الايه دي قاعده ما بتاكلش. لو هي دكاتره ما بتاكلش بديها صلايب وجلوكوز طبعا اي في طبعا اي في دريف لو هي مش كده. النقطه اللي بعدها يا شباب ايفاكيويت البلادر والريكتوم. خش يا مدام فضي البول وقعدي مع التواليت شويه، فضي الاسطول كله. ليه يا دكاتره؟ ليه يا دكاتره فضي البول وفضي الاسطول ليه؟ علشان ازود الكونتراكشن. لو بلادر مليان او ريكتوم مليان لازم حاجه اسمها انرشيا. يعني ايه انرشيا؟ يعني ايه؟ يعني ويك تراي كونتراكشن. عايزين كونتراكشن قوي. الحاجه الثانيه يا دكاتره بيجي هو نازل بلادر مليانه. هتنفجر هذه البلادر ونازل كده واقوم بقى زانق عليها ممكن يخسرها، ممكن يحصل فيها تروز. معايا؟ ممكن يحصل فيها تروز ربشن البلادر لو البلادر مليانه. لو البلادر مليانه بيبقى نازل ممكن يعني يخليها تنفجر. الحاله الثالثه يا شباب برضه هي مش ناقصه وجع، يعني وجع بلادر مليانه. فاكرين وجع خدناه قبل كده؟ بلادر مليانه والريكتوم مليان والجراين كونتراكشنز كل ده وجع 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 زي ما خدنا قدام خلاص بتوجع. فهي كفايه عليها وجع رحم بقى، بلاش وجع بلادر كمان، بلاك بول ديكريز البين كمان. ماشي يا شباب؟ لا مش الدرجه، مش الدرجات يعني. دي بقى تبقى دكاتره على حاجه مهمه جدا 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 وهي البوزيشن اثناء الولاده. هتلاقي لو انت رحت تخش هتلاقي كل الفيميلز نايمين على ظهرهم. صح ولا صح؟ هل ده نجاح؟ ده غلط جدا. المفروض تبقى قاعده عامله ازاي؟ قاعده او نايمه على جنبها. ليه ده نجاح ما تبقاش نايمه على ظهرها ليه؟ عشان يوصل ده وزنه كيلو والبيج وزنه 3 كيلو والميه وزنها كيلو وقبل ست نص كيلو كل ضغط على مين؟ على الفين فينا كيبل يقلل الفينس بيتم فيقلل الكارديك او الفوت وممكن يحصل فيه تل ستريس مضطر نعمل قيصريه على الفاضي. عشان كده يا جماعه من فضلك لما تروح تخش من فضلك قعد العيانين او على جنبهم على الاقل، بلاش تنام على ظهرها. خلي بالكم بقى اخر حاجه فيرست ايد في هذا المكان هنتابع عليه لهذا الرسم البياني. رسم ايه ده؟ ده اسمه دكاتره بارتو يعني بارتو ريشن. جرام يعني جرافيك ريبريزنتيشن للبروسيس اوف ليبر. البارتو جرام هقول لكم عليه دكتور حسن عواد في الفاير اكزام الجاي. البارتو جرام ده عباره عن ايه يا شباب؟ البارتو جرام ده دكاتره ال دبليو اتش او عاملاه لينا علشان نمشي عليه. هي تقول لك امشي بطريقه معينه عشان ما يحصلش كومبليكيشن. يعني مثلا امبارح سالوني يا دكتور لو احنا نقعد نقيس بقى الدهان لا خالص. انت تمشي على رول معين اللي هو بارتو جريد. خلاص؟ تعالى هي هتمشي هتاخد سكتها وتورد او يحصل لها اوبستراكشن. انت لو بقى بالخبره هتعرف هي ايه سبب اوبستراكشن وانت بعد كده بعد كده في المستقبل تعرف تتوقع ان دي هيحصل لها اوبستراكشن. ولو انت ما عندكش اي خبره خلاص تلاقي عينها وقفت. هتضطر تعملها قيصريه بس انتظر. يعني انت شغل دماغك قوي زي العربيه كده. دي بالك دي داش العربيه وقفت العربيه خلاص انا ديت توقيت مش عارف بص ايه اللي جوه ده مش عارف. خلي بقى نفس القصه فانا انا ماشيه خلاص امشي معايا وقفت اعملها قيصريه بمنتهى البساطه. ما تدورش بقى عليها يعني ممكن ما تدورش على السبب. طبعا الواحد بعد كده لما بيكبر كل ما بيكبر كل ما بقى عارف ان دي اسباب لا دي حصل معاها مشكله في الوالدين وممكن الواحد يتوقع بعد كده ان دي هيحصل لها مشكله في الولاده وده في ماما طبيعي بتاعتها على فكره هتجرب معاك طبيعي بس هو غالبا دلوقتي قيصري. فقلت له الدكتور لا بص طالما في غالبا دي نعملها خصوصا من الاول مش عارف بقى ناخد وجع طبيعي وجع قيصري صعب عليا مش شايف ان هي صعبه؟ اه صعب خلص البيت قيصري من الاول. عارف دي بقى في كونسلنج مع الفيميل ده مهم. ايه بقى قصه البارتو جرام؟ هذا البارتو جرام دكاتره رسم عليه دوت وده على فكره بتاع الدبرداش. ففي واحد كبير شويه هقوله لكم ده بتاع امريكا وانجلترا ده بقى الاساسي بس عامل موديفيكيشن صغير كده عشان ما يبقاش متعب. ده عباره عن ايه يا شباب؟ اول حاجه ده كده اولا الكارديوجرام
في ماتيرنال كومبوننت وفي داد كومبوننت. ايه ماتيرنال كومبوننت؟ اسم العيان وسنها وداخله الساعه كام وداخله يوم ايه، ولو عندها كونتراكشن ما عندهاش كونتراكشن. ده ليه ما عندهاش فيه؟ هل في ربشه في البريز ما عندهاش ربشه في البريز؟ كل حاجه هناك في هذا البارت بريز، يعني المفروض ليه جنانه كمان الفيتال داتا بتنزل في البارت بريز، اليورين بتنزل في البارت بريز، الدراجز سواء كان اوكسيتوس سواء كان سيديشن بيتكتب في البارت بريز، مع اي حاجه مع اكتب في البارت بريز. ده اللي جت هنا المفروض هنا كمان في هنا مربع يعني انرجيستك اهو، هنا اوكسيتوس اهو، هنا لايكرا، هنا كمان في مربع كمان الكونتراكشن، هنا كام كونتراكشن في 10 دقايق، المفروض هنا في مربع كمان ناقص، تلاقي ده في البلد تروح الكشك، بص على سطح البارت بريز، وللاسف هتروح انت الكشك واتحداك لو لقيت نايم واحد شغال بالبارت بريز. ليه يا دكتور؟ جهل بقى. اه والله جهل. يعني انت عندك المفروض هو اول المسار بتاعك بتمشي كده. هم بقى للاسف عشان كده بيحصل كومبليكيشن ليه؟ عشان مش ماشي بالبارت بريز. ربنا بيستر كتير قوي. لكن هتحصل كومبليكيشن وفي عين تموت وفي ناس بتحصل لها شريكس. ودي عشان ماشيين بالبارت بريز. لا تمشي بالبارت بريز. اهم حته في البارت بريز دي بقى المربع ده اللي كانت مربعات دي. دي اهم حته في البارت بريز. طب انا عن ايه يا شباب ده بقى؟ ده دكاتره الديوريشن اورز. حد بقى في الديوريشن اورز كام ساعة؟ 12. اه زيرو لغاية 12. ده بتاع أمريكا، لسه جاي بتاع أمريكا جاي دلوقتي، بس ليك في مصر، ده بتاع مصر. معايا ده جاي امتحان بتاع أمريكا ليك في امتحان خلي بالك مش مصر، بس أنا عايز أفهمك مصر ولا أمريكا معقد سنة. ولا سنين حاجة واحدة، فكرة واحدة يعني مش المهم يا شباب، ده لغاية 12 ساعة إيه؟ زي ما اتفقنا إن الليبر شود نوت اكسيد 12 hours في الولادة. وده دكاترة السيرفايكال دايلاتيشن ان سنتيمتر اخرنا كام؟ 10 سنتيمتر. تمام. الفيميل المفروض داخلة الساعة داخلة الساعة 0. ما دي تعتبر 0 الساعة 0. دي برضه داخلة أي وقت ماليش دعوة أنا بالساعة. فالراجل داخل الساعة 0. داخلة كام سنتي؟ داخلة 3 سنتي. داخلة 3 سنتي. معايا؟ هنعمل إيه يا دكاترة بقى؟ ماشي بس مشكلة ممكن اربعه تبقى ايه احسن شويه. بص يا جماعه هنعمل ايه؟ دخل 4 سم. انا قلت للدكتور ان الريت اوف سيرفايكال دايلاتيشن في البرايمري جرافيدا 1.2 سنتيمتر بير اور، والمالتي بارا 1.5 انا هعتبرها سنتي بير اور كفايه. خلاص انا هعتبرها سنتي بير اور. تمام تعالى نرسم مع بعض كده. ادي الدكتور كده نرسم هي توسع سنتي بير اور، ادي واحد اهو اهو ده انا كاتبه سنتي بالاول. اوكي؟ هي داخله دلوقتي انا هقوم راسم الكيرف ده كده وبعدين وبعد 2 اورز هقوم راسم تاني بعد 2 اورز. هقوم راسم تاني انا كاتبه خط تاني بعد 2 اورز. اهو وهتبقى انتوا كده في الكشك ان في خط مرسوم بعديه بساعتين، يعني ادي ساعه وادي التانية. اهو يعني هنا انا هعمل ايه؟ هرسم خط كده وبعد ساعتين هرسم خط تاني وبعد ساعتين هيبقى خط مرسوم في الفارتوجراف اللي موجود في البوش. ايه يا دكتور هي الخطوط الثلاثه اللي مرسومين او بتخش الكيمياء؟ بص يا جماعه اول زي الخطوط الثلاثه دي اشبه ما يكون باشاره المرور بالظبط. ده في اشاره خضراء واشاره صفراء واشاره حمراء. معايا دكاترة هتقول حمرا دي ايه بقى؟ بس لا يعني ما تقوليش غلط مش معايا دكاترة اه فخلي بالك في اشارة خضراء واشارة صفراء واشارة ايه بقى دكاترة اشارة خضراء؟ يعني خد طريقك انت بقى يعني امشي بقى زي الفل امشي بقى. المفروض ان هو ما يجيش من الاحمر من الاخضر على الاحمر على طول زي ما بيحصل دلوقتي. انت ماشي واخضر مرة وقفك كل شوية تحصل حادثة تلاقي مصر ناس مخها ضعيف قوي كده يعني وفي في اصفر يعني ايه؟ لما انا اصفر يبقى انت تهدي العربيه يعني ممكن في اي وقت فالاصفر ده يعني دي الرت خلي بالك ممكن اوقفك في اي لحظه. الاحمر اشطب اقعد بقى نفس العلامات نفس الخطوط الخط الاخضر الخط الاصفر الخط الاحمر. يعني ايه الخط الاخضر؟ لو الفينيل مشيت معاه زي الفل يبقى تمام. يعني لو كانت هي داخله 4 سم بعد ساعة بقت 5، بعد ساعة بقت أيوة، بعد ساعة بقت 7، الله دي حلوة دي 7، بعد ساعة بقت 10،
الله دي سابق كمان الخط الاخضر طالما هي على الليفت سايد هي سابقه حلو زي الفل مفيش مشكله. طب عينها ثانيه يا دكاتره 4 سم بعد ساعه بقت 5 بعدها بساعه 5 برضه بعدها بساعه برضه ستيل 5 هنا في كام ساعه تاخير؟ ساعتين قطعت مين؟ خط النصر اللي هو اسمه الارت لاين. طالما الارت لاين يبقى خلي بالك في مشكله عندك في الارت ري اساس الفينيل يبقى خلي بالك يا شباب الفينيل المفروض تمشي سنتي ساعة وقت تسبقني لو هي اتاخرت ساعتين يعني انا الحصان ده زادها 5 سم بعد ساعه جه الحصان ده 5 سم بعد ساعه الحصان ده 5 سم يعني في عندها في 2 اور دريك يعني قطعت الالرت لاين. هنا بقى البارت ده بيقول لك ايه؟ خلي بالك في عندك مشكله فتكون عيل كبير كونتراكشنز ضعيفه البلبس ضيق في مشكله ري اسس افحص بقى البيبي كويس افحص بقى البلبس كويس اعمل مونتر كونتراكشن كويس شوف ايه المشكله اللي عندك دي لقيت الكونتراكشن فعلا ضعيف رحت مديها بقى لدكاتره الاكستوسن والواد تمت. طب انا مش لاقي حاجه استنى شويه لقيت الدكاتره لسه 5 لسه 5 هتخطط فيه هنا الاكشن لاين يعني ايه اكشن لاين؟ يعني لحظه يعني ستوب and do an action يبقى اقف واعمل قيصريه. يبقى مره ثانيه البارت بلان بمنتهى البساطه لو 2 hours delay reassess لو 4 hours delay stop and do a cesarean section يعني المفروض هي تمشي. شوف يا جماعه انا بس المفروض ده بخش الكبير داخله 7 8 داخله 5 اي سنتيمتر هو برسم خط بعد ساعتين خط وبعد ساعتين خط تاني خط يعني ثلاث خطوط الخط الاول تمشي عليه الساعتين اللي بعد خط ساعتين خط تاني اسمه الارت لاين بعد ساعتين خط تاني اسمه اكشن لاين لو في 2 اورز ديلي يبقى قطع الخط الايه؟ الالرت يبقى في الالرت في عندك مشكله ري اسس ذا فيلي لو 4 اورز ديلي ستوب يعني اعمل انسبريشن البيبي وانسبريشن البيلنس وانسبريشن كل حاجه ري اسس الفيلي لقيت على كده كل شيء نورمال كمل معايا لقيت ان في مشكله عالجها بس لو هي كملت ولا ده حلو ما كملتش ستيل واقفه على 5 سم وراحت قطعت الاكشن لاين في مشكله انت مش عارفها ما تعرفش بقى اعمل قيصريه وخلاص. اوكي يا شباب فهمت يا جماعه بارتو جرام سهل جدا بارتو جرام مش اي حاجه البارتو جرام برضه من ضمن الكومبوننت ليتال كومبوننت بشوف الديسنت اوف ذا ليجو بشوف الفيتا هارت ساوند. بص يا جماعه الفيتا هارت ساوند ده هنا كل ساعه الفيتا هارت ساوند كل قد ايه يا شباب؟ لا مش ربع ساعه ده مربع مسؤول اتنين كل نص ساعه ده كل نص ساعه اهو هو مربع اهو لما تروح المستشفى هتلاقيه مربع ده كل نص ساعه ده الفيتا كومبول ده باسم كاتب كل ربع ساعه بس ده مش صح كل نص ساعه واخدين بالكم تمام كتير بس عملوا في تو موديفيكيشنز لهذا البروتوكول. ايه التو موديفيكيشنز؟ اول واحد اللي هو بتاع امريكا وانجلترا تلاقي ده قاعد 24 ساعة كبير قوي. هو بص يا جماعة ده بتاع أمريكا وإنجلترا بقى. إيه القصة بتاعتهم؟ بتاع أمريكا وإنجلترا مختلفين عننا في حاجة. بس أنا عايزين نحطهم بس إيه؟ إن أنا عايز أودي ده يمين أو شمال كده. يمين أو شمال؟ عايز بس حاولت شمالها كده. خلاص هي باينه كده؟ ايوه ماشي حلو حلو جميله يا صاحبي. بص يا جماعه اول حاجه كانت في موديفيكيشن ده اللي بتاع ايه؟ بتاع امريكا او انجلترا. ايه القصه؟ بصوا بيدخلوا عامل الليتل فيس عامل لها كونتراكشن داخلها المستشفى ليه؟ هم عندهم الدكاتره في اليوم كله لو قالوا معينتين تعمل يعني اشتغلوا احنا عندنا في عين شمس بيجي لنا بجد والله مش هزار بيجي لنا 120 عيانه يوميا عن ثلاث مواد في الزهراء وده حقيقه مش هزار برضه خش على 200 عينه في الزهراء لا هنا جميله هنا الزهراء جميله اه العباسيه معايا دول حرفيا بيجي لهم فعلا 200 عينه يوميا معايا فاحنا مش هندخل عينه في الليتل فيز مستحيل يعني دي دخلت في الاكتف على طول هو بقى امريكا مختلفين هم بيدلعوا عينهم هم بيدخلوهم من الليتل فيز بتلاقي البارت جرام 24 ساعه بص قد ايه بارت جرام قد ايه هي بتحس باي واحد مستشفى اقعدي بقى ما تجيبيش ما
فعندهم في الليتا انت بتسال ما بعملش كده. احنا بندخل من اول الاكتف فيز وتلاقي حتى لو انت رحت بدري شويه المستشفى هتفاجئ ان في حوافل عاملين مرشومه يقول لك ماما 4 سم. بصي ماشي كده ساعه ساعتين وتعليق تبقى ايه 7 8 7 8 سم اولادك اصلا معايا. حد شاف الكلام ده الصبحيه؟ حد ماشي لاقي جنب مستشفى النساء بص لو رحت الصبحيه الساعه مثلا كده 6 ولا 7 جنب مستشفى النساء عندنا هتلاقي حوافل مرشومه. ليه مش داخلهم 4 سم؟ خليهم شويه خفه و7 8 هيبقى على ده العرض. لكن حقيقه مختلفه. ده اول تغيير. ثاني تغيير بقى يا دكاتره وده اللي بيسالك فيه الاستاذ الدكتور حسن عمر. مش ده بنظام الامريكي ده بقى. ايه القصه؟ بص يا جماعه هم عاملين خطين بس. بينهم 4 ساعات. خلاص؟ وده اللي في الامتحان بقى. ده الكلاسيك اللي هو الكلاسيك. لكن انت هتبقى ده اللي في الامتحان بقى. يبقى في خطين بس. اول خط هيسموه alert، تاني خط هيسموه action. يعني الخط الاخضر ده يبقى اسمه alert والخط الاحمر action line. وبعدين يا دكتور بص يا جماعه اي deviation من الخط الاخضر reassess، يعني تمشي مع العيان. اي تاخير عن الخط الاخضر ده الخط الاصفر ده reassess فيه. اي تاخير عن alert line ده اللي هو المفروض الخط الاخضر، اي تاخير reassess. طب لو اتاخرت وهنطلع الاكشن لاين قيصري، يبقى اي ديفيشن من الالرت ريأسس. لو قط الاكشن لاين اعمل قيصري على طول. يبقى هو ده حصل لك ايه؟ هيقوم جايب لك كده الرسمه دي بالظبط. حط لك باتش على الالرت لاين وعلى الاكشن لاين. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ وايه السيجنفكنس؟ تقول له ده اسمه الالرت لاين. ان ديلي عن الالرت لاين ريأسس ذا فيميل. نعم. لا هو يجيب لك ده بس كده، بس الدليل تلاقي هنا مش هيجيب لك بس، هيجيب لك ده بالظبط كده بس، وده بالظبط ده بالظبط بس، مش هيجيب لك حتى كيرفات ولا أي حاجة. أي دليل، بس هو الدليل إزاي؟ أهو عيلة ماشية كده، تلاقي العيلة مثلا كده كده، العيلة ماشية كده، ماشية كده، بعد كده دليل كده. ده دليل. بعد كده راحت اتأخرت، بقت مشيت كده، بعديها بساعة، راحت قطعة كده بعديها بساعة. قطعت مين؟ أكشن مان. ده دليل. اي دي ليه؟ يعني الف لاين ري اسس. لو هي دكاتره قط الاكشن لاين يبقى ستوب اند دو اسيزيريان سيكشن كونسل. بنت وانا قلت لها ايوه انا قلت لك ما هي ده بس. بس انت هتنسى هتدرك انت هتعمل ايه؟ دي الف واكشن لاين، الف واكشن. لا 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 هو الف هو الف هو الف هو الف هو الف بعد 4 ساعات يعني دكتور الفرق بين بتاع مصر وبين بتاع بره انه لما مصر يبعد عن الخط الارد دي حاجه كويسه، انما بره لما يبعد عن الارد دي حاجه وحشه. لا لا هو الفرق في مصر ان في خط في النص اسمه الارد ده تشيل ده اسمه الارد. اي ديفيشن من ده غير اساس. ايوه ولو قطع ده اكشن مش هنستناها كده كده مره لو الاثنين على شمال الارد ده حلو قوي. يعني في مصر بيستنوا عليها ساعتين، هنا اي ديفيشن على طول خلاص رئاسه بس. لا هما الاثنين زي بعض وانت زي بعض، بس هو هنا القصه ان انا بخلص اي تاخير على القلم رئاسه هنا القصه استنى ساعتين معلش انا سامعك معايا يا دكاتره فاهمين يا شباب؟ معاك. والمفروض كمان خلي بالكم المفروض ان الفحص كل ساعتين، يعني البي بي ده كل ساعتين مش كل ساعه، يقول لك انا بكتبها كل ساعه. المفروض البي بي الفحص كل ساعتين مش كل ساعه. يعني المفروض افحص اول مره، ثاني مره اتاخرت يبقى ليها اساس، ثاني مره اتاخرت يبقى قيصري على طول. المفروض الفحص كل ساعتين مش كل ساعه. الفحص كل اي حاجه بي بي كل ساعتين مش كل ساعتين كل ساعتين. انا عندي ستاربكس لان دي حرام يعني كل ساعتين. أنا معي. نعم. كل ساعتين كل ساعتين. كل ساعتين. كل ساعتين. هي بتدور على كده على الاكتف مانجمنت اوف سكند ستيج يا شباب. حتى يا جماعة مش فاهم فيرست ستيج. ماشي مشكلة حد عنده بارت. بص يا جماعة بارت جرام زي بارت جرام يقول لك ايه الكومبوننت اوف بارت جرام؟ تكتبلي بقى في ده كومبوننت قلت لك كومبوننت في ده هارت ساوندز اللايكورد الديسنت اوف ذا هيد. تقول لي يا دكاترة الكومبوننت اوف بارت جرام الماتيرنال بقى فايتال داتا كلاين كونتراكشنز
الاوكسيتوسين السيديشن الرباكا دايليشن اسم العيانه سنها داخل الساعه كام داخل يوم ايه يقول لك هنا الارت واكشن خطين بس بالاربع ساعات ايه سيجنيفيكانس اي ديفيشن من الارت ري اسس الاكشن از كات دو اسيزانيان سكشن فول ستوب خلاص فكرتوا بيها؟ هنا في اسبسس انرجيسيا ارتيتوس ارتيشن ربطه في البرينز ناسنج بالاورس على فتره البوزيشن والبارتوجرام والباكيتد بلازر. بصوا يا جماعه هنا الفيميل فولي دايليتد. بصوا يا جماعه الكشك فيه ايه؟ لما تروح الكشك كده تلاقي هنا في اوض صغيره كده بيسموها كشاك اكشاك صغيره كده خلاص؟ وهتلاقي هنا كده في الاخر كده هنا كده في اوضه كبيره بقى اوضه كده واوضه كده واوضه كده معايا يا شباب اوضه كبيره دي انا كده قلت العمليات دي هنا العمليات ودي اللي بشك ايه بقى قصه العمليات دي بقى؟ دي بقى لو واحده بريتش مثلا هيبقى قيصريه دي تنظيم كلي بقى وقيصري دي اللي بشك دي العمليات خلاص دي بتاعت العمليات بقى هيعملوا قيصريه عيال هيعملوا لها سبريت مي بعد ولاده عندها بوست بارتم هيموريدج هيعملوا لها اكزامينيشن بتاعت المصاري لكن في شاب صغيره كده معايا دي بتاعت ايه؟ العيال خلاص هنا كل ده ريت وبتاع على ايه؟ على الشكل خلاص اولا امتى ننقل العيانه من البري ليبر الى الليبر او دليفري روم؟ لما يحصل فول سيرفايكال دايكلاميشن نعرفها ازاي؟ بفحصها تي في تمام؟ حاجه ثانيه ممكن بالسيمتوم كمان ليها سيمتوم برضه ايه سيمتوم؟ هتلاقي عندك يا دكتور انا دكتور حاسه ان انا عايزه اخش الحمام كنت عايز اخش تويلت يا دكتور انا هعمل التويلت على نفسي مش قادره مش قادره امسك نفسي طبعا بقى الامتياز يا عيني بقى قاعده بالعيانه كده لو مش عارف اي حاجه في اي حاجه في الدنيا قاعدين بقى اه بنسل كده ابيض هنا وابيض هنا اه بعد كده هما لا ده بيسيب نفسه هو عشان ده لسه ما جاش هنا جوه بيشتغل في العمليه لما يطلع بس يبص عليك ويدخلك التواليت يا دكتور مش قادر يا دكتور حامل التواليت على نفسي هنا والله هيضرب الدنيا اه والله بص هيخش يا دكتور التواليت لا 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 خلاص خش 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 التواليت فهي تخش ايه؟ ازاي؟ العيانه التويلت يطلع النايم يخرب فين الست اللي هنا كانت بتوجد فين دي؟ لا يا دكتور انت عايز تخش طب انا خدتها التويلت انت بتعمل التويلت ليه يا ابني؟ روح بص لها من التويلت بتولد معايا يا ما هي الفريدة ريت كده بيبقى راسه مضغط على مين؟ على الرقبه بيكون معصر الرقبه كده زي معمول السنين واخدين بالكم؟ فالفينين تحس ان هي عايز تخش تولد بالظبط فانت بقى الدم بقى راح يجيب على الايه؟ من التويلت فين لسه داخل التويلت كده؟ هتسمع كده صوت كده ايه؟ عين بيعيط جنب الشفاطه يبقى انت بقى الدكتور الشفاطه انت بقى بتولد البيبي من الشفاطه من العيانه يعني اه فخلي بالك يا دكاتره بيبقى في حاجه اسمها اللي هو سنس اوف ديفيكيشن عايز تعمل ديفيكيشن دي بالك ريزلت اوف ديفيكيشن وبعدها انفولنتري بيرنج داون يعني بدل ما تحزقيش بقى هنخش على الكشف ده مش قادر يا دكتور انا بحضر غصب عني ليه؟ عشان ده الدماغ ديستندنج البلبيك فلور تلاقي الفينيل بتحزق غصب عنها. جري يا جماعه يلا ترولي ترولي بسرعه دخل هنا خد العيانه يلا غلاف الرجاليه جت شيل العيانه على الترولي دخلناها فين؟ الكشك يلا يا جماعه نخش الكشك مع بعض دخلنا الكشك مع بعض هنا تعالى نشوف الدكاتره مين الموجودين في الكشك بتاع الولاده اول حاجه البطله بتاعت العيان تاني حاجه البطل مين البطل؟ دكتور النساء تمام لازم الدكتور لازم يكون معاه مساعد طبعا واخدين بالكم لازم معانا مساعد معايا المساعد بتاعي مش كل واحد ليه وظيفه اقول لكم عليها
وبعدين كنت بقى زي كده في واحده كده لطيفه كده لو انت بص بقى كليوباترا ولا الدوزه ولا هيلاقي بقى في ناس لطاف كده ليه مين؟ الحكيم الدرس معانا اه في الطب كده وفي اماكن فيها ناس روس بقى وايطاليات وحاجات حلوه المشكلة فين يا شباب؟ في بقى شخصية مزعجة جدا يا دكاترة. ليه قاعد في الكشك عمال ينفخ بلالين معايا دكاترة وعمال يا دكاترة يجيب صواريخ يا ابني اقعد بقى اهدى بقى يا ابني بقى اهدى بقى عمال صورت لها من الصبح عمال يجري هنا ويجري وماسك معاه البزازة ويجري كل حاجة صواريخ اه والله فظيع يا ابني اشكر بقى يعني هو معلش ما كملش تعليمه لما يكبر هيعقل شوية مين يا جماعة؟ دكتور الاطفال ده قاعد قلبنا في وشك وماسك البزاز عمال يجي بقى في كل حته وعمال يفك بلالين ويفرع صواريخ فبكره يقعد ويفضل يقعد المهم اللي كاتب في عندنا خمس اشخاص في الوشك العيانه واحد وظيفه خلي بالك العيانه دكتور النساء المساعد الحكيمه ودكتور الاطفال تعالى لما نشوف بقى كل واحد هيعمل ايه أول حاجة كاتب البيشن يا مدام من فضلك يا مدام ما تحزقيش إلا لما تجيلي تتصدق مفيش طب احزقي مفيش طب خدي نفس يا جماعة البيرنج دبل ده اسمه أوكسلري فورس يعني ده مساعد مع الكونتراكشن واحد بيشيل حديد فمش يحزق صح؟ في واحد قاعد مع نفسه كده ما ده حاجة عملها بيسخن حسن مع نفسه مثلا بيحزق كده مع نفسه هي صلاح شيخ بتاع الشيخ بس احنا حاسس شويه في حد يعمل كده يا جماعه تمام فهي لما يجي لها كونتراكشن تحزق مفيش كونتراكشن ترتاحي بقى يبقى الفيلينج داون مع كونتراكشن نوت ان بتوين اند نوت ويز ديليفري اوف ذا هيد والراس بتتولد ممنوع تعمل ايه؟ تحزق ليه؟ الراس دي عايز تلعب بالراحه جدا ليه؟ هي داخله فليكسد كده بالسب اوكسيبتوري مثلا لما يعمل اكستنشن يخش دبدر اللعب هو عارف ليش كده لما يعمل اكستنشن يخش دبدر اللي بعده اللي هو اسمه ايه؟ سب اوكسيبتو فرانت ده 10 سم ودي اخر البطن فلو عمل جامد كده بسرعه كده ودي بقى ممكن هو ايه يقوم داخل من بعده بقى اللي هو ايه بقى؟ اوكسيبتو فرانت يقوم معور البطن ده يطلع روح جدا 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 يبقى هنا بتحزق مع كونتراكشن نوت ان بتوين اند نوت ويز ديليفري اوف ذا هيد عشان هو لو راسها جامده في نظر الجامد هتعور البطن بره كده 10 سم قلنا ان اول ما الراس لا اللي هو البيلفس لما تطلع تدفع في اكستنشن لا مش بيحصل انفولنتري بيرنج داون او ما ايوه بيرنج داون لكن هنا بقى ساعتها تمسك نفسها غصب عنها بقى والراس هي طبعا تمسك نفسها ما تحسبش ايوه بس هو ايوه ما هي جايه لها رقم انفولنتري جايه تحت من الساعه ما تحسبش اه تمسك نفسها معايا يا شباب؟ طيب يبقى هنا الفيشن وده يا مدام من فضلك احزقي مع الكونتراكشن اند نوت ان بتوين اند نوت ويز ديليفري اوف ذا فيتال هيد انا بعمل ايه بقى دكاتره؟ بص يا شباب انا بعمل ايه؟ انا بعمل ده دكاتره بقى بصوا ده انا بقى بسمع حاجه اسمها ريجن مانوفر ريجن مانوفر ايه ريجن مانوفر ده بقى دكاتره؟ ده ريجن مانوفر بقى الراجل ده ريجن ده كان دكتور الماني في جامعه برلين متعين استاذ بروفيسور اوف اوبس اند جاينا وعمره 27 سنة وقعد 53 سنة أستاذ نساء وولاد. وانت عندك مصر هنا لا بقى عندك الأستاذ عندك 53 سنة. طب سبع سنين وتشوف بعد كده. اه لكن هناك لا هناك عندهم ناس بيحترموا شوية الأنخاخ شوية. ريجن يقول لك ايه بقى بص ريجن يا جماعة قانون ريجن يا جماعة بتاع الولادة. لازم تلاقي الناس بيشتغل قانون ريجن بتاع الولادة ده مهم أوي. ايه بقى قانون ريجن بتاع الولادة؟ بص يا جماعة. ريج بيعمل ايه بقى دكاتره؟ بص كده هيعمل ايه؟ يقوم دكاتره كده ضاغط كده على مين؟ ضاغط على الاكسبوت كده شباب ركز معايا اقوم ضاغط على الاكسبوت كده عشان مينتين فليكشن تمام اقوم ضاغط على الاكسبوت وسبورت تحت يعني هو كده يقوم ضاغط على الاكسبوت كده وسبورت تحت كده عشان ده ما يتزقش لورا برضه يعور البرنيه مره لغايه امتى؟ لغايه ما الراس تقوم طالعه من الفالفا لغايه ما البايبرات اللي عدي من الفالفا دي اسمها كراوننج يبقى في حاجه اسمها انجيجمنت يعني البايبريتر يعدي من البريم وحاجه اسمها كراوننج يعني البايبريتر عدى من الفالفا
كان الفالفا بقت تاج على دماغ هذا البيبي. لما يعدي الفايبر رايتر ده اصعب حته، الباقي بقى سهل صح؟ لما يعدي الفايبر رايتر نعمل ايه؟ allow extension بالراحه خالص كده، بالراحه خالص كده in between contractions. يبقى لا مع contractions ولا مع حذف. يبقى مره ثانيه نيجي مانوفر ده عشان بص نيجي مانوفر اهو. بص يا جماعه بنعمل فليكشن من فوق اهو سبورت برينيه. لقيتين فليكشن تيل كراوند لما بقى رايتر الفايبر رايتر اعرق حته الدماغ تطلع. Then allow extension in between contractions. ده نيجي مانوفر عشان ما نعورش. ولو ما عملتش حاجه نيجي مانوفر هتعمل برينيال تير. Maintain flexion, tail crown, then allow extension in between contractions. يعني انت بقى الشيء طلع الراس كده extension كده طلعها. اسمع ان هي بتطلع تعمل extension. بس لا مع contraction ولا مع حذف. لانها لو طلعت بسرعه شويه هتعور. انا استنى اشوفك لما تيجي 6 دقيقه وتريح دقيقه. فهي عليها contraction وقفت ما تطلعيش. لما تريح اقوم اطلع اقول لا اطلع انا بقى الايه الراس. يعني انا بعمل اكستنشن بعمل اكستنشن هو بيعمله؟ اه انا بعمل اكستنشن انا بس بلاقي مفيش كونتراكشن انا بعمل اكستنشن لا ما بيبقاش فيه كونتراكشن عشان ادخل دامت الاصغر تطلع بقى اللي هو صوره سيبته برجمال مش هيطلع الضغط ده الاصغر دكتور معلش ده مش فاهم الفكره اللي هي لو اكستنشن لو طلع اكستنشن اهو انا هطلع الراس اعمل اكستنشن بس مش عارف ما يكونش فيه كونتراكشن عندي في مين لو في كونتراكشن هيطلع جامد بسرعه هيعوض تاني يا جماعه ليش بنوفر يا شباب Maintain flexion, tail crown, then allow extension in between contractions. Okay? طيب نيجي بعد كده الدكاتره بقى على بص يا جماعه اهو يا شباب بص هنا هننزل بعد كده الشولدر بعد كده اه هننزل هقوم هنا نازل هنا بالدماغ بص الدماغ تحت ايه قوي كده هنزل دي الشولدر فكده اطلع بيها لفوق كده عشان اولد مين؟ المستير واقوم طالع بالبيبي بعد كده اهو هنزل هنا هنزل جامد قوي كده من راس تحت قوي عشان انزل التير شولدر فكده اطلع بيها فوق قوي عشان اولد مين؟ ايه؟ بوستيريور شولدر نعم بعد راس الوقت خلاص طلع خلاص الشولدر بقى كويس ده الشولدر طلعها ازاي؟ انزل تحت قوي عشان تنزل التير شولدر فكده يطلع لبره قوي طلع والد التير شولدر ده التير شولدر اه بقى كده يطلع معاك بقى هتلاقي اللي بيقوم نازل تحت قبل كده عشان لازم تشوف بقى يطلع كده طلع بيطير الشولدر ويطلع بيه بقى. هي الفكره ان انا بعمله فليكشن وبعد كده اه ما هو فليكشن عشان طلع الانتين. هقول لك معايا دكاتره بص يا دكاتره بقى دي جايه دكاتره على دكتور اطفال بيعمل ايه؟ دكتور اطفال بيعمل بقى ساكشن سكريشنز ويعملوا بعد كده ابر سكور. الحكيمه بتعمل ايه يا شباب؟ بتقوم يا دكاتره كده 3 سم كده من البطن طب حتى كلام كلام بعده قطع بالاثنين طب ليه بالست 3 سم ليه بالكورد ليه؟ عشان في حاجه اسمها اكزومبلس ماينور في حاجه اسمها كونجينيتال امريكان هيرني لو انت فحصت اي بيبي صغير كده تديك على بطنه كده تلاقي فيه خرم في البطن بيحطوا ساعات كده يقول لك لما بيعيط تلاقي بطنه راح ايه الكورد راح باظ قوي كده فدي بيحطوا فيه حصان بطن حطوا مش عارف كان زمان بيحطوا 10 سكه كبيره شويه دلوقتي بقى جنيه صغير حصل واخدين بالكم؟ اه بيحط البوط على بطنه كده جنيه. البوط على بطنه حزام بطن، حزام بطن بقى في الصيدليه كده. الحقيقه ان هو ده مش محتاجين ولا حاجه. هو بيبي ده لما بيكبر شويه كده هو بطنه تبقى قويه تقفل خلاص. بس انت ما تقومش قاطش كده الكور مع البطن، ليه؟ لان ما فيش فيه نوفو في الدسم. لو انت قاطع البيض ده البيبي ده مات. مات واخدين بالكم؟ عشان كده سيب حوالي 3 سم نسيت سرفايف الستامب ده بيقع خلال اسبوع ل 10 ايام اسود نشف وقع لوحده وسبب الامبيليكس بعد كده. النايت كان بيعمل ايه النايت؟ بيسمع كده هارد ساوندز كل 5 دقايق. تعالى بقى نشوف الدكاتره كل واحد عمل ايه في البال ايه في السكند ستيج اوف فيبر. بص يا جماعه تعالى بقى نقول لك ايه الخمسه السكند ستيج اوف فيبر عمل ايه بالظبط؟ اول حاجه انا كابتن العيانه تمام بتحصل مع الكونتراكشنز اند نوت ان بتوين اند نوت وذ دليفري اوف ذا ليت الدكتور بيعمل بريدجن مانوفر يعني مينتين فريكشن تير كراون ذن الاو اكستنشن ان بتوين كونتراكشن لو اطفال ما بينزلش الفقر الحكيمه تعمل فلمنج للكور المساعد بيسمع في دار ساوند كل 5 دقائق قبل الولاده كل 5 دقايق
السكند ستيج ايه بقى يا دكتور؟ السكند ستيج يا دكتور بتبقى اب تو 2 اورز في البرايمري جرامولر 1 اور في المالتي بار. سكند ستيج اخذت الفيرست ستيج والمهم السكند ستيج يا جماعه الديوريشن قد ايه؟ السكند ستيج ديوريشن اب تو 2 اورز يعني ساعه ساعتين في البرايمري جرامولر نص ساعه ساعه في المالتي بار. فانا هستنى بقى ساعتين في البرايمري ساعه في المالتي وافحص ده بين ما انزلش حاجه نتيجه. لو الهيد انجيجد عليك فورسز او فنتوز او قيصري اشد فورسز او اشد فنتوز او قيصري. لو نوت انجيجد ممنوع تقول لي الهيد نوت انجيجد هتعمل ايه يا وش؟ سيزاريان سيشن. يعني ده المانجمنت زي البارتوجرام كان 2 اورز ديلي اسس 4 اورز معايا دكاتره اعمل قيصريه. هنا بقى في مانجمنت. ايه المانجمنت؟ هستنى ساعتين بعد ساعتين ما قدرتش هفحص انجيجن اركب فورس او بتبوز او قيصري. طب ضد انجيجن ده ممنوع حد يركب اي حاجه على ارض انجيجن تديه وش كده قيصريه ما دخلش حد حتى في الحوض يبقى في مشكله كبيره. عادي دي قيصريه مش تيجي عشان حاجه عندنا بقى دكاتره. بص ممكن نعمل فيزيوتومي وده هيجي لك سؤال سلايد مهم قوي هبقى اقوله. ما ينفعش الناس تتخزن او حاجه بس يعني بس ده كده بقى على في فيزيوتومي بتعمل اوديه ضيقه قوي اعمل فيزيوتومي ده بقى هو بقول له ده كده اكسبشنال كده اقول له ده في مراجعات ان ده بوينت فورورد. اخر حاجه عندنا بقى دكاتره اللي هو الثيرد ستيج اوف ليفر. اخر حاجه بقى عندنا الثيرد ستيج ده بقى ايه بقى دكاتره؟ فان انت بتخش تخلي بالك هو ده انت ليه؟ هنا على فكره في اوضه هنا كده لو حد بص كده تلاقي في اوضه هنا ده دكاتره النيريتال اي سي يو لو هنا في عنده مشكله فاهم؟ كده حضروا هنا دكاتره بقى في الاكشاف ورنا البيبي خدوه بقى الدكتور اطفال خده تمام يطمن عليه كده ويشطفه كده ويرواه ويدوه بعد هنا بقى وادي البلاسنتا بقى وادي البلاسنتا عشان دي اخر حاجه بقى في الايه؟ في السكند ستيج ولا ايه؟ هوريها ازاي؟ في طريقه ما بنعملهاش وشلناها من كده الاسم حاجه اسمها دكاتره بس يا ريت بس بيزل ولا تقرا فيها تستنى بقى يبقى في ساينز اوف بلاسنتا سيبريشن صدر القش اور ديليجيشن سوبرا يورين بلش يوترس ارض ايوه اند يورين ساعتها بقى احسن يا ماما لو ما نزلت بلاسنتا ما بردهاش دي دايات اللي هي البس ما تعمل ايه يا دكتور؟ بيعمل اكتف بقى ده الاكتف بقى اللي بنعملها يا شباب لما تروحوا الوش تلاقي الواد ده بيشتغل هذه الطريقه هي دي الطريقه اللي بيشتغل بيها يا دكاتره. ايه الطريقه دي يا دكاتره؟ دي بقى الاكتف بقى يا شباب. ايه الطريقه دي؟ احسن طريقه لرد البلاسنتا اللي عملوها اثنين امريكان واحد اسمه براندت واحد اسمه اندروز ماسك ايه القصه بتاعتهم؟ هما الاثنين دول في امريكا وكان براندت على فكره براندت قبل اندروز ده ب 50 سنه بس كان شغال بهذه الطريقه وجه قال الشغل بهذه الطريقه ما كانوش عارفين معاه اجرنا فقال لك ما نزعلش حد نخليها لبراند اندروز بس ده شغال في ولايه مع نفسه وعلم الناس وده شغال ده علم الناس ده بقى كده طريقه واحده فسموها على اسم العالم. ايه براند اندروز عباره عن ايه؟ بص يا جماعه همسك الكورد بالشد اوعى حد يشد الكورد ليه؟ لو اتشددت الكورد بتتفصل من البلاسنت او ممكن تقوم قلب اليوترس تعمل انفيرجن ما تشدوش خليك مثبته. ايه ده دي مثبته ريكورد كده. دي اللي بتلعب بقى، دي اللي بتشتغل بقى. هتقوم انت جاي كده على الفردس وتقوم انت زائل الفردس لفوق. معايا؟ زقها لفوق. تلاقي النادي بيدخل كده الفردس انا بيزق اليوترس لفوق عشان الوزان من تحت عشان يفصل البلاسنتا هي بالمنظر ده. يعني دي كده بتزق الفردس لفوق بص ايه بتشتغل زي تحت ولفوق اهي شايفين السامين وده متثبت اسمها كنترول يعني بالعقل. كورد تراكشن بتسيب الكورد تحت وتزق الفندس عشان يفصل من البلاسنتا. دي طبعا طريقه لطيفه جدا وحلوه جدا فور ديليفري اوف ذا بلاسنتا. في طريقه بديله بقى الطريقه البديله اللي عملها راجل فرنساوي اسمه كريدي بس ما كانش في المانيا جامعه برلين كانت ايده حرفيا قد المرزبه مرزبه ايده كده
يوم عامل ايه دكاتره كرينيه؟ يوم الدكاتره غارز ايده بطن عيانه من بره بطن عيانه كده يغرز انت تحس الموبايل بتاعك كده ايده بيبقى الحاسوب وغير بطن عيانه كده ويعملوا سكويزنج ما عدا السكويزنج انا هيحصل لها الالكتريك شوك يوم معايا بس هو هيكمل ملوش دعوه ماشي مع داونورد بريشر يزق اليوترس تحت عشان ينزل البلاسنتا مع الحركه دي يحصل برولابس يحصل انفيرجن حركه وحشه قوي حد يعملها حركه فرنساوي اول حد يعملها اسمها كريدي انا بسميها عصر كابون عصر الليمون يا شباب الغريب يا جماعه ان الكريدي دوت على فكره عمل حاجات حلوه جدا معرفش ليه هم لازقين في كريدي ميثود فور ديليفري اوف البلاسنتا عمل حاجه لطيفه قوي كريدي عمل ايه بقى؟ في الكريدي دوت كان ليه اتنين اصحاب في الكليه والله وبعدين واحد منهم اسمه واسرمان وده اسمه البرت كان البرت ده غني شويه غني فيه كان عنده فيلا كان رامي فيها 100 قرد ودخل على دكاتره البرت ودخل واسرمان ودخل كريديه جوه هذه الفيلا لمده 3 سنين طلع واسرمان في واسرمان رياكشن 4 فيفتس وطلع البرت هو اسمه البرت نايس بنيسيريا جونوريا وطلع كريدين ان هو كل بيبي يتولد لازم يحصل له اطراف عينيه عشان ما يحصلش وفانيا يونابورا الكلام ده ما حدش يعرفه ما عادش كده ولا دكاتره لكن هم لازمين في كريدين نفس الدليفري او في بس بعد كده بعد ما تعالى تقول بقى دكاتره هيقول انا قلتها فين؟ هنا في اوضه بقى كده اسمها اوضه الاعاقه اوضه الافاقه معايا دكاتره اوضه الافاقه دي هتلاقي الواد بقى كده سلسله بقى كده ودلع كده ورئيس كده بتاع دي تحط مش عارف اسمها ايه معايا دكاتره بقى وداخل بقى ايه 100 صح ولا تمام عليه بقى ان هو يفحص فايتال ديتا ويعمل يتفاعل مسج ويطمن على دكاتره على ايرن ايدوت ويطمن على الانديزيوتي ويطمن على البيبي بقى على عيني والدين بقى يقعد بقى دكاتره شغال ساعتين ثلاثه كعب داير يطلع بقى دكاتره معوق واخدين بالكم؟ دي اللي اسمها فور ستيج اوف ليبر دي عباره عن ايه يا شباب؟ ما فيهاش ليبر ولا حاجه دي عايز تقعد ساعتين عندنا في اوضه الافاقه كيب ان اي اون ذيس بيشنت جاست اوبزرفيشن لكل الفايتال ديتا فاشينا بليد الريكراين كونتراكشن دي البي كل حاجه تطمن عليها بعد ساعتين نروح هذه الـ معايا يا شباب؟ حد أي سؤال يا دكاترة؟ الدكتور معلش الدكتور